الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. إحنا بنضر نفسنا بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالرقبة. في أعداء للرقبة كتير، أعداء. أولا النوم بطريقة غلط، إحنا أساتذة النوم بطريقة غلط، اللي بينام في العربية، واللي بينام هو يعني بيذاكر، واللي بينام في محطة مترو، واللي بينام في السينما، يعني النوم بطريقة غلط. برضو وضع الكتاف، يعني الكتاف، بص لك واحد ماشي كتاف عاملة كده مش عارف إيه، ده بيضر الرقبة جدا. الضغوط والإجهاد، برضو التوتر لفترات طويلة، والحركات الغير طبيعية بقى، يعني مثلا ان واحد يروح مرة واحدة مطقطق رقبته، عامل رقبته مطقطقها او تنيها مرة واحدة بشكل مفاجئ، ده خطر جدا جدا. برضو يعني في ناس تحط راسها في زاوية غريبة، يعني بص تلاقي مثلا ايه، يعني واحد بيشتغل تحت سقف واطي، بيشتغل في حتة في صندارة مثلا، طالع في صندارة وعمال يشتغل وبيحمل، فطول الوقت عامل كده طويل هو، وقاعد في عربية صغيرة وبتاع، فعامل كده مسافر من هنا مثلا لحتة بعيدة، وطول التك هينزل رقبته فيها مشكلة كبيرة جدا. طبعا الإصابات والحوادث والوزن، كل ده بيلعب دور خطير جدا. الرقبة مهمة جدا يا جماعة، والغضروف العنقي ده هنتكلم عليه النهاردة بالتفصيل. والحقيقة العالم كله نحو ما يسمى بالمينيمال انفيسيف تكنيك في منطقة الغضروف العنقي. هنفهم ليه النهاردة مع ضيف القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا العالم الذي سيمتعنا بحوار اكسترا اوردينري اكيد كعادتي، الاستاذ الدكتور هشام العزازي. اهلا بيك يا دكتور هشام، بيه منور الناس الحلوة. اهلا بيك يا مرحبا. عايز اتكلم الاول عن آلام الرقبة، كل الناس رقبتها بتوجعها، انا رقبتي ساعات. المقدمه اللي حضرتك قلتها مقدمه جيده جدا، واضيف عليها الموبايل واللعب على الكمبيوتر واللعب على الايباد، تلاقيه موطي راسه فتره طويله مده نص ساعه ومش واخد باله، فعلى طول يجيله الام في رقبته. الرقبه فيها عمود فقري، فقرات فوق بعضها متصله بمفاصل وجواها حبل شوكي، وفي بين الفقرات في الغضاريف وعليهم من بره عضلات. فاي حاجه من اللي انا قلتها دي ممكن تكون سبب الوجع، ممكن تبقى هي اللي بتوجع العيان. وربنا خلق اي مفصل في جسمنا انه يعمل حركه متوسطه، يعني مثلا زي الصباع، لو انا عامل حركه زي كده مش هتوجع. تخيل بقى انت عامل الصباع كده لمده مثلا نص ساعه، تيجي تتنيه هيوجعك، او العكس اتنيه كده مدة نص ساعة تيجي تفرده هيوجعك. نفس الكلام في الرقبة، واحد منزل رقبته بيلعب لعبة وحاطط وضع غلط، أو نايم بالليل وبيقرا كتاب فسند راسه على السرير. الأوضاع الغلط دي زي ما أنت في المقدمة قلت، يعني وضع حاجة لا خطيرة جدا، وبعدين هتعمل بقى الألم، ما أنتش عارف الألم بيجي منين، ممكن يجي في العضلات، ممكن يجي في المفاصل، ممكن من الغضروف. زائد بقى السن والعجز والتآكل، الشيخوخة يعني برضو بتصيب الرقبة. وأخيرا تمارين بتتعمل غلط في الجيم في الرقبة، تلاقي برضو بيشيل حاجة غلط، بيعمل تمرين ويكون فيها سترين على رقبته وشد على رقبته، يبقى فيها خطر. ايه هو الغضروف العنقي؟ له ليه خصوصية مختلفة شوية؟ زي ما قلنا الفقرات بينها غضاريف. الغضاريف دي بيبقى أي غضروف ليه قلب من جوه وليه غطاء من بره. لما بينشف الغضروف، القلب ده حاجة جيلي طرية، لما بتنشف يبتدي المسافات ما بين الفقرات تختلف، والغضروف ده يبتدي يطلع ويضغط على الحبل الشوكي، يبتدي العيان يعاني من ألم في رقبته. الألم هنا بقى نوعين، لأن ده يعني بنشوفها كتير جدا في أماكن الألم هنا مختلفة. أول مكان بيبقى فيه الكتاف، فالعين مش شرط رقبته بس توجعه، والكتاف ليها توزيع للألم، احنا بنسميه ريفيرد بين أو الحيل بالعربي. الألم اللي موجود، أنا ممكن يعني العين يجي يقولك أنا أعلى ظهري
بيوجعني. فاقول والله لا، ده انت ده غضاريف في رقبتك، ده مفاصل رقبتك. فالجزء الاولاني هو مفاصل الرقبه، لو هي وجعته وحصل فيها خشونه او التهاب هتعمل له الم في اسفل الرقبه، وساعات كمان لو كانت المفاصل العلويه تعمل له الم في اعلى الرقبه، ويقول لك انا بيجي لي صداع خلفي كتير. والغضروف نفسه بقى لو داس على الاعصاب هيعمل الم في الايدين وتنميل في الايدين. فالعين يجي يشتكي يقول لك والله انا ايديا بنمله، ايديا فيها الم بتوزيعه معينه وليها رسمه، احنا بنقدر نعرف كل عصب بيغذي فين، ومن وصف المريض قبل ما اشوف الاشعه اقدر اقول والله انت الغضروف كذا هو اللي مقصر، المفصل الفلاني هو اللي فيه المشكله. فطبعا يعني حاجه فوق يعني خطيره انها تتساب ولازم تتعالج. يعني ايه اسباب الاصابه بالغضروف؟ انه وضع غلط، موبايل مسكه غلط، حادثه طبعا غلطه، الشيخوخه الزمن، يشيل حاجه غلط على راسه، يعمل زي ما تقول تمارين غلط، يعمل اي في ستات وبرضه يعني في الشغل المعمار والحاجات دي كلها بيشيلوا فوق دماغه. طبعا وده اسباب من ضمن الاسباب. ضمن الاسباب. ازاي نشخص الحاله دي؟ الوصف المرضي للمريض يجي يحكي يقول انا مكان الالم كذا. اماكن الالم هنا بقى لو المريض جاء ووصف يعني الصوره اللي شايفينها دي تديك اماكن الالم بتاعت مفاصل الرقبه. يشوف ممكن توصل للكتف، يعني اللي يشوفها يقول لك ايه ده، انا ده كتفه اللي وجهه. لا، اللي وجهه هنا مفاصل رقبته هي اللي وجعاه. فمن الوصف اقدر اشخص، وبعدين هتلاقي جزء تاني كان طالع للرقبه من ورا. هنا تقدر المنطقه الخضراء اللي باينه في الصور مفاصل الغضاريف دايسه على اعصاب، اللي هي جذور الاعصاب اللي نازله على الايد وعامله الضفيره العصبيه اللي نازله على الايد. اقدر من وصف المريض ودقه يقول لك والله هنا وهنا وهنا. بعد ما باخد التاريخ المرضي وافحص العين كويس جدا، نبتدي نخش على المعامل او الفحوصات اللي بنعملها، اشهرها الرنين المغناطيسي لان هو بيبين الخلايا والانسجه الطريه كويس جدا. وقبلها اقدر اعمل اشعه عاديه، الاشعه عاديه برضو تقول لك الالاينمنت او الانسجام بتاع الفقرات مع بعضها ومتساويه ولا لا، وفي غضاريف ولا لا. فالاثنين دول مهمين جدا، ان انا اقدر احط اشعه عاديه وبعديها اعمل رنين مغناطيسي اقدر افهم بيه القصه بتاعت المريض ايه. فدول الاثنين الاساسيين اللي احنا نعتمد عليهم. في حاجات بقى ثانيه بنعمل ساعات دراسه عصب، توصيل العصب من الرقبه للايد، هل هو بيشتغل كويس ولا لا. دي ده برضو بنسميها نيرف كوندكشن ستادي، دي مهمه جدا، نقدر نقول لي العصب سليم ولا مش سليم، ونشوف قدرته على التوصيل. على قدرته على التوصيل. اكتر ناس يعني ممكن، في ناس كتير قوي ممكن تهمل في التعامل مع الغضروف، موجودين اعتقد في منطقه الشرق الاوسط، تلاقي الغضاريف متسابه. ايه الخطوره ان انا واحد يجي له غضروف ويسيبه ويطنشه ويمشي على المسكنات مثلا؟ نمسك شقين. الشق الاول للغضروف ان هو عنده الم بيعاني منه، الغضروف ده بيضغط على العصب. فتلاقي بعد شويه الغضروف بعد ما كان الانسان جاي يشتكي من تنميل بقى في الم، بعد الالم ابتدى في ضعف في الايد، القدره انه يشيل الحاجه يقول لك حاجه بتقع من ايدي. نيجي اعمل له اختبار في العياده الاقي دي واحده اضعف من واحده ودي ضعيفه مش قادر يمسك. بعد شويه ممكن يبقى فيه كمان ضغط اشد، ممكن الموضوع يجيب اعاقه كامله، وممكن يجيب يخلي اليورين او البول يسيب من المريض. فطبعا الاهمال هنا ده الشق الاولاني اللي هو الغضروف يتضاعف يعمل مضاعفات. الشق الثاني الادويه، ان انا افضل شهور وسنين بياخد مسكنات. مسكنات شق بتأذي المعدة جدا، والشق التاني بتأذي الكلى جدا، لدرجة ان يعني المرضى كتير قوي تيجي تعمل له تحليل كلى تلاقي الكلى ابتدت تتأثر. والاغرب كمان ان انت المرض بيجي، الغضاريف ممكن تيجي في سن كبير ويكون اوريدي عنده امراض تانية والكلى متوسطة الحال بتشتغل بنص كفاءة، وهو قاعد ياخد أدوية مسكنات. طب ما هو لازم يريح نفسه، لو في الآخر الغضروف لازم يتعالج، يعني هتسيبه لحد إمتى؟
والالم اللي عندك ده لازم تعالجه. والعلاج مش المسكنات، المسكنات ده جزء تساعد لكن مش اللي هي كل حاجه. العلاج بايه بقى؟ يعني كيف نتعامل مع الغضروف؟ واحد عنده غضروف فيه مشكله، هنتعامل معاه ازاي؟ طرق العلاج كتيره، لكن زي ما هتقعد في المقدمه ان العالم كله بيتجه للتدخل الجراحي المحدود. يعني مراره بدل ما كانوا بيعملوها بالمفتوح بقينا نعملها بمنظار. غضروف الركبه بدل ما كانوا يفتح الركبه طب ما نعمل بالمنظار، وهكذا. التدخل المحدود ده بيدي للمريض فرصه ان درجه الشفاء اسرع، لان مفيش جرح، ان العيان فتره نقاهه اقل. رضا المريض بالعمليه عامه تبقى احسن. المريض يقول لك ده انا دخلت عملت عمليه في نص ساعه وانا صاحي. فهنا دلوقتي الجديد في العلاج الغضروف العنقي ان نعمل تبخير للغضروف. نحن ممكن نوصل للغضروف بابره تحت جهاز اشعه، والجهاز ده بيصور الرقبه بالظبط، واقدر احط الابره يعني هنا الابره شايفها داخله جوه الغضروف في المكان مظبوط، تقدر وبتطلع درجات حراره معينه نقدر ناكل قلب الغضروف، فيبقى الغضروف مش ضاغط على العصب، وكمان سايبين الغلاف الخارجي بتاعه، فعاملين زي نوع من انواع السبورت كده. الصوره واضحه ان الغضروف الابره داخله جوه الغضروف. كل اللي حضرتك شايفه ده المريض صاحي واخد بنج موضعي زي بنج الاسنان بالظبط، المريض مش متضايق، ويمكن منشغل اغاني زي ما قلنا قبل كده. الدنيا تبقى حاجه بيس جدا، والمريض يبقى قاعد يقول انا يعني انتوا بتشتغلوا فعلا؟ ونقول له احنا شغالين. فطبعا الميزه الثانيه كمان ان انا بعد ما اشيل الابره وكلنا الغضروف العيان يقوم يلبس هدومه يروح، يعني مفيش حتى قاعد في المستشفى فتره طويله. ساعات ما فيش رقبه كمان بنلبسها له، مفيش داعي ان انا البسه رقبه خالص، ان انا ما عملتش حاجه جامده، تدخل عميق، تروما جامده كلها جنب الانسجه والعظم. وبعدين الحاجه الثانيه ان في مرضى ما ينفعلهمش بنج كلي، ويقول لك انا عندي القلب وعندي الضغط وعندي السكر. طب انا وانا 70 سنه 75 سنه طب هتعمل لي العمليه دي؟ ما هو كلها ابره، زي ما بتاخد ابره عضل زي ما بتاخد ابره في اي حته، نفس الابره بس هي بطريقه تانية وابره مختلفه طبعا وشكل مختلف. فبتبقى ان المريض ينفع له التكنيك ده طبعا تنفع بسهوله جدا حتى مهما كان عمر المريضه ده. وبتبقى المريض يخرج بعدها بنص ساعه يروح على اوضته ياكل حاجه يلبس هدوم يروح البيت. طب ما دي حاجه يعني رائعه يعني مقارنه بالعمليات المفتوحه. لكن بعض الاحيان لا، يجي المريض اقول له انا ما بحبش دايما اظلم الجراحه، لان الجراحه برضو مهمه جدا. يجي المريض يقول لا بص انت الغضروف اللي عندك ده عامل مشكله اكبر من انها تتعالج بالابر وتتشخص كده، لا انت لازم تعمل جراحه مفتوحه. وده وارد يعني. بقول لحضرتك هما الجراحه والجراحه المحدوده او التدخل المحدود بيكملوا بعض مش ضد بعض خالص. يعني ايه الفرق بين التبخير والتردد الحراري؟ لانه جرى دلوقتي كلمه التردد الحراري على السنه الكثيرين. نعم. التبخير هو سلاح او ابره صغيره بنسميها سلاح، لكن في النهايه هي ابره بتخش لحد قلب الغضروف بجهاز التبخير وياكل قلب الغضروف، فيبقى الغضروف ما فيهوش تنشن او ما فيهوش بريشر على الاعصاب. التردد الحراري ده اللي احنا شايفينه ده تبخير. تبخير دي عمليه تبخير، ابره داخله ببساطه ببنج موضعي والعين صح. التردد الحراري بقى الغضروف ده كان دايس على العصب، فالعصب ده عامل الم. طب ما انا اوصل بابره ثانيه بجهاز ثاني يطلع الذبذبات راديو، الذبذبات دي وجدوا انها فعاله جدا انها تشيل الم العصب. فبقى كمان ممكن يتشال الم العصب. والاهم بقى اكتر اللي هي كانت في الاول المشكله ان الالم في الرقبه نتيجه الخشونه في المفاصل. طب ما المفصل ده علاجه ايه؟ كنا في الركبه ممكن اغير مفصل الركبه، طب في الرقبه اغير مفصل الرقبه ازاي؟ ما فيش حد هيغير مفصل الرقبه. فبندخل ابره على العصب اللي رايح للمفاصل بسميه عصب المفصل. والتردد الحراري هنا يخلي العصب ده
مش موجود لمدة سنتين ثلاثة، ممكن من سنة لاثنين لثلاثة، والعين يبقى الألم ما فيش، والميكانيكا بتاعت راسه حركتها سليمة ما فيهاش مشكلة خالص، فيبقى المريض مستغرب ان هو الألم راح ونوقف كل المسكنات. فطبعا ده بتبقى حاجة يعني تقدم علمي رهيب. موجات الراديو دي بقى يستخدموها في حاجات كتيرة جدا، نستخدمها في أمراض الكبد، نستخدمها في أمراض الرحم، أمراض أورام في العظم، وابتدى بقى نفس الفكرة لكن بأجهزة تانية نستخدمها في علاج الأعصاب بشكل عام. فالتطور هنا في علاج الألم في السنين الأخيرة عشان تطور مع جهاز التردد الحراري، بقيت أقدر أوصل لأي عصب في الجسم ونعالج العصب ومش نموته. يعني برضه ناس تقول لك ده داخل يكوي العصب، اقول لا، ما العصب وظيفته سليمه، انا ما انت ما مش هنشيل ايدي العيان، لا، ده هو بنشيل الالم الناتج عن العصب، لكن حركتك واحساسك وتشكه بابره يحس وكل حاجه سليمه جدا. في اعصاب حسيه واعصاب حركيه طبعا يعني وانا بدخل على الجزء الحسي في العصب بتقنيه معينه بتردد معين ويحس برضو يعني مش بس الحسي ان انا باكل ويحس، لا، ده انا الالم اللي ناتج عن العصب نفسه بيروح. طب والاحساس في العصب موجود، يقدر يلمس ويحس بالم برضو، بس الالم بقى الطبيعي مش الالم المزمن اللي كان عنده، والتنميل يروح. هو تقدم كبير يعني، يعني العلم بقى فاهم العصب بينقل ليه الالم وايه الحته اللي بتنقل الالم والمشكله فين. ما انت لو تعرف المشكله هتوصل للحل. طب انا عايز حضرتك بقى للناس اللي عندها مشاكل في الرقبه وغضروف عنقي، حضرتك اقول لهم نصيحه او بمعنى اصح تلغراف ملخص اللي احنا قلناه، لان هم دول لازم يحفظوا اصل هم يعني تعبانين. يعني هو اي حد بيشتكي من الم في العمود الفقري عامة أو ألم في أي حتة في جسمه والألم ده فترته زادت عن حد المعقول وما كانش شايف إن في خبطة معينة أو حاجة، ما يهملش، وبالذات بقى العمود الفقري، لا، ما يبقاش في عندك غضروف رقبتك وبتتألم. يمكن قلنا قبل كده ما تعانيش من الألم، يعني الألم ده هيجي لنا بس ما تعانيش منه. ويمكن ال WHO منظمة الصحة العالمية كانت طلعت في من ضمن حقوق الإنسان إن علاج الألم حق من حقوق الإنسانية. يعني أنت الإنسان حقه إنه يتعالج من الألم، دخل مستشفى وهو معهوش فلوس يتعالج من الألم بس، يعني العالم بقى حق. فالمفروض الانسان اللي عنده مشكله ما يسيبهاش يعني عشان ما تتفاقمش ويبقى عنده شلل او عنده حاجه يعني تزيد. عندي فيديو عايز اوريه لحضرتك وتقول لنا بس الحته دي عشان دي اختلف عليها الكثيرين. تعال نشوف الفيديو المثير ده. ده الطقطقه يعني تقييمك للطقطقة ده يعني له عيادات دلوقتي بره، له اماكن ومختلفين بيعملوه، ليه عيادات مفيش حد في مصر ما يعني كل واحد له حاجه اما بيطقطق. هي دي اتعمل عليها دراسات واثبتت انها ما بتعملش خشونه. لا مش بتعملش خشونه. طب الرقبه والحاجات اللي لا، بس طبعا حركه الرقبه العنيفه لا مؤذية طبعا. ده ممكن تعمل التواء في العضلات وبعدين ممكن تعمل خشونة في الرقبة، بتقطعوا رقبتهم جامد بطريقة عنيفة يعني. لكن الحركات العادية، العلاج بالتاني والفرد والستريتش وكلها التمارين بتندرج تحت العلاج الطبيعي وبيجيب نتيجة واغلبها للعضلات. لما يبقى المشكلة في العضلات، لما يبقى مشكلة في غضروف دايس على العصب، ما انا عندي حته ميكانيكيه هنا لازم تتحل. يعني ده مش هيتعمل ميكانيكس يعني لكن يعني انت مش هتحل بطقطقه. لكن الطقطقه بتاعت الرقبه لازم يعني تكون بحذر برضه. وما يطقطق ليه يطقطق يعني هو يعني هي مش هوايه يعني هو ليه يفكر انه يطقطق؟ انا ما فكرتش في حياتي اطقطق رقبتي بس يعني هو حتى يعني حركه مش مطلوبه يعني اي مفصل ما تعملش عليه سترين وشد زياده عن اللازم خالص. ولبس الرقبه، في ناس تلبس الرقبه يبقى عنده وجع في رقبته، هو زي ما بيعمل ايه؟ الرقبه دي بتعمل فيكسيشن او تثبيت للمفاصل بتاعت رقبته، وبالتالي هو مش عامل كده. طب انت مش هتحس بالم، هو ده مش المطلوب، انا عاوزك تتحرك عادي. اذا الالم اللي في اللحظه دي لازم ده هو ده اللي تعالجه. زي ما واحد صباعه لما بيحركه بيوجعه فراح مجبسه،
طب ما هي الرقبه هتبقى حاجه زي كده، انت جبست صباعك عشان ما تتوجعش، طب انت مش عارف تحركه يعني. في الطب الباب اللي يجي لك منه لا مش لازم تواجهه وتحل المشكله. والنبي الله يخليك، نورتنا يا فندم. الله يخليك. هذا الحوار الممتع فعلا العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام العزازي، كان في حوار كالعاده مثير ومهم جدا حول التدخل المحدود فيما يتعلق بالام وظروف الرقبه. الالم مشكله كبيره، علم مهم جدا ينبغي ان نقف امامه، وفي كثير جدا من المناطق سنتحدث عنه في المرحله القادمه. ضيفي العزيز له جزيل الشكر، لكم ايضا في الناس الحلوه، خليكم مع الناس الحلوه. التوقيتات السنيه ملهاش قيمه، المهم الاحتياج. انا محتاجه احافظ على بشرتي في سن مبكر، بدات تظهر اي مشكله لازم اعالجها ايا كان السن. ليه شباب في سن العشرينات نشوف وشهم تجاعيد كتير؟ كل وش مختلف عن التاني، وكل وش له جماله، وفكره التجميل انك تبرز جمال كل وش. مشكله الشعب المصري عموما ان هو بيلعب في اخر 5 دقايق، فعلا محتاجين الناس تبدا بدري. فيلر بقى فن. البوتوكس بس يمكن الناس بتخاف منه شويه لانها مش فاهماه، بيتحقن علشان يمنع السيجنال او الاشاره اللي بتوصل من المخ للعضله عشان تنقبض. ما عندناش ثقافه ان احنا لازم نحمي بشرتنا من اشعه الشمس، في حاجات جيناتكس، يعني في عائلات بتبقى معروفه انها بتعجز بدري. انا بشوف ان ناس من سن البلوغ وبالذات مع بدايه ظهور حب الشباب لازم تبدا تهتم ببشرتها، ولو حصل اي تجاعيد او اي ترهلات مفيش حاجه اسمها انا لسه صغير. علاج الجذور بجهاز الروتري، ده جهاز متطور جدا، بنقدر ناخد بيه قياسات للجذور ديت، وممكن نخلص حشو العصب في جلسه واحده وبدون الم. التركيبات المتحركه في المطلق هي كارثه. تصميم الابتسامه ده علم، وعلم دقيق، وعايز خطوات كبيرة أو عديدة عشان أوصل للابتسامة الجاية. التشخيص الصحيح يعني خطة علاجية مظبوطة. الدكتور كريم مدحت، استشاري زراعة الأسنان والتركيبات الثابتة، زميل كلية الجراحين الملكية، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. أهلا بكم. الحقيقه انا عايز ابدا لكم بانه الاطفال لازم يفهموا حب او يعرفوا حب عياده الاسنان وحب دكتور الاسنان، لازم ده من ضمن الاهداف الفتره الجايه اهتم بيها جدا. الاطفال في الغرب بيهتموا جدا بالحكايه دي، بيهتموا جدا انهم يخلوا حتى نظرة الأسطورية، يعني مثلا جنية الأسنان دي حاجة بيحكوا عنها، في الأم تقعد تحكي بقى لولادهم عنها، يعني إن دي عبارة عن ملاك جاي بجناحين زي ما انتم شايفين، جميلة خالص، بتاخد السنة بتاعتك وطالما انت اهتميت بسنانك غسلتها كويس وتديك سنة مكانها حلو خالص، والسنة اللي انت اديتها ديت للجنية جنية الأسنان هتاخدها و توس انجل دي تروح واخده انجل، تروح طايره بقى في السماء وحاطه سنتك تبقى نجمه من نجوم السماء. وخلي بالكم انه الكائنات ديت اللي هي الافكار الجميله دي مشهوره جدا في العالم، وكل بقى بلد تديها شكل، بس في الاخر هي كلها زي ما انتم شايفين ملاك بجناحين. احنا بقى عندنا اغنيه كانت بتتغنى زمان يعني علموا اولادكم الاهتمام باسنانهم عشان ما تدفعوش ثمن غالي. يعني مهم قوي الاهتمام بالسنان، مهم قوي 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 الاهتمام بالسنان، والاهتمامك باسنانه باسنانك في طفولتك هتشوف عاقبته عندما تكبر. النهارده حوار مهم قوي عن عواقب مشاكل ترك الاسنان باهمال شديد جدا، اللي بيبدا منذ الصغر بيكبر بيه الانسان. افلام الاجنبيه على فكره افلام ذكيه جدا اللي بيعملوها، خصوصا الافلام القيمه، خصوصا مثلا الفاميلي، في افلام معينه تركز على الفاميلي كاركتر، يطلع لك الاب مع ابنه واقفين قدام المرايه الاثنين في الصباح
بيغسلوا اسنانهم، يطلعوا العيله كلها بتفطر، يطلعوا لمه العيله على ترابيزه الاكل وقيمتها، وان هم بيفرحوا قوي ان هم قاعدين كلهم على ترابيزه الاكل مع بعض في وقت واحد. قليل قوي لما تلاقي في افلام، حتى دلوقتي في 2018 ما تلاقي افلام جايبه صوره مثلا كل واحد بياكل لوحده وكل واحد ماسك موبايل وقاعد لوحده. الافلام اللي بتعمل كده على فكره ما بتجدش نجاح عندهم هناك. دول صناع سينما حقيقيين. هنا بقى بتطلع المساله او بيصوروا حاجه ثانيه خالص بقى، السنجه والمطوه. يلا خلينا نبدا حوارنا المهم مع ضيف العزيز، القيمه العلميه المتميزه، صاحب الاداء المتميز والحضور الرائع والشرح اللي بيمتعني جدا في شرحه للاسنان، دكتور كريم مدحت المبدع دايما. اهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اللي بيدفعه الانسان ضريبه لاهماله اسنانه بدا من منذ كان طفل، صح كده؟ اكيد مليون في المية. اكيد مليون في المية. انا بشوف ان الاهتمام بالسنان ده هو عادة. ازاي؟ لو اتعودنا عليها زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شويه، من الصغر ده دور كبير قوي او الدور الاساسي فيه الاهل. هم بيعودوه انها عاده مرتبطه بمواعيد معينه او باحداث معينه في اليوم. في الاول بندربه او بنعلم الطفل الكلام ده كله. بعد ما بنكبر زي بالظبط، هو الواحد بيصحى مثلا بيغسل وشه او بياخد دش، هو نفس الفكره مرتبط معاها القصه دي غسيل الاسنان. بالليل احنا كلنا او خلاص وهنخش ننام، زي ما بنخش بنلبس بيجاما او بنعمل كده، نفس الفكره احنا لازم نغسل سناننا قبل ما نلبس البيجاما دي. دي عادات الطفل بيتعود عليها من هو صغير، كبر عليها خلاص اتعود عليها وبقى مستمر فيها على طول. مشكلتنا هنا في مصر احنا عندنا نقص في الثقافه دي او الثقافه الطبيه، عندنا مشكله رهيبه فيها. مش ثقافه ان احنا نعلم اطفالنا بس، ده حتى الكبار نفسهم عندهم المشكله دي. الوعي الطبي عندنا ضايع. انا بشوف ان في السنين الاخرى او في اواخر السنين اللي فاتت دي بدا يعني الوعي الطبي ده يزيد شويه، فكره التشيك اب، ان المريض يبقى اوير بحالته الصحيه اول باول، ان هو يعمل تحاليل او اشعاعات او يزور مثلا دكتور السنان كل 6 شهور يعني بحد اقصى، على اساس ان هو يتشكل اسنانه، بحيث لو في مشكله ظهرت وهي صغيره نبدا نعالجها. ده اسمه الوعي. الوعي ده ان احنا بنأسس طفل من الاول على العادات دي، وكمان بنكمل عليها بالتشيك اب، ان انا احافظ على الحاجات اللي انا عملتها دي. زراعه الاسنان، واحد فقد سنه دلوقتي تمام، كسرت، اتاكلت، اتسوست، سابها، ماتت، الله يرحمها السنه، الله يرحمها. امتى يزرع؟ مثلا المشتى هيجي، الصيف الجاي، مفضى؟ لا، هو ده دي القصه اللي موجوده عندنا احنا. مش لمفضى، هقول لحضرتك تشبيه صغير. انا بشبه سنان البني ادم او السنان اللي موجوده، رصه السنان اللي موجوده دي عندنا بالسبحه. لو حبايه من السبحه دي اتفكت او وقعت، بقيه السبحه هيحصل فيها ايه؟ كلها هتفرط. أيوة. هتقع كلها، هتنتهي. نفس القصه بالظبط موجوده عندنا في الاسنان. سنه واحده اتفقدت هتاثر على السنه اللي قبلها، هتاثر على السنه اللي بعدها، هتاثر على السنه المقابله ليها سواء فوق او تحت، هتاثر على عظم الفك، هتاثر على شكل الوش، هتبين الـ 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 يعني مراحل الـ 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 الشيخوخه مبكر عن ميعادها شويه. فلا طبعا مش نستناها ولا السنه الجايه ولا في الصيف ولا الكلام ده كله. هو بكل بساطه انا بفضل لو خلاص وصلنا لمرحله ان سن او جدر حتى باقي خلاص وصلنا لمرحله انه ملوش علاج، مش هنقدر نحافظ عليه ونتعامل معاه، الزراعه الفوريه اللي هي اخلع الجدر وفي نفس الجلسه دي حط الزرعيه بتاعتك. ودي بتبقى افضل كمان ممكن في بعض الحالات من الزرعات المتاخره، لسبب هو كده لما بتخلع الجدر ده بيروح عناصر النمو والشفاء الموجوده في الدم للمكان ده عشان تبدا تلقم الجرح ده. طب ما لو حطيت زرعيه في الجزء ده او في المكان ده وقفلت عليها، ما هو نفس القصه دي هتحصل، النمو او الشفاء او الالتئام بتاع مكان الجرح ده هيبدا يلمع الزرعيه بتاعتي. ايه اللي يحصل لو انا سبت سن خلعتها وسبت المكان؟ ايه اللي يحصل؟ يحصل حاجات كتير. نفترض سواء سن اماميه او ضرس خلفي او اي حاجه، بكل بساطة هنلاقي إن السنة اللي قبلها بدأت تتحرك وبترجع لورا تملى المكان الفاضي ده، والسنة اللي وراها تبدأ تتحرك لقدام عشان تملى المكان الفاضي ده. ده طبعا عمل لنا فروقات ما بين السنان اللي قدامها واللي وراها. السنة لو مثلا سنة تحت هي اللي مفقودة، هتلاقي السنة اللي فوق بدأت تطول تنزل مكان السنة اللي تحت دي، بوظنا البايت بتاعتنا. عندنا فيديو بيوضح حاجة زي كده، سنة هي قدامنا خلعناها تمام، بعد ما بنخلعها بيحصل ان العظم بيكش في المكان ده. نتيجه ان العظم بيكش في المكان ده تبدا السنان كلها تتحرك، السنان اللي قدامها زي ما قلنا تبدا ترجع لورا، الضرس اللي ورا يبدا يطلع لقدام، الضرس اللي فوق يطول لتحت،
وده بيعمل لي مشكله كمان. الضرس اللي طول ده ما هو كشف الجذور بتاعته، هيبدا العيان يجي يشتكي انا عندي حساسيه في الضرس ده، انا ما كانش عندي حاجه، ده من بعد ما خلعت بدات مش عارف ايه يتلخلخ وبدا ايه يحصل. وحتى تعويض الحاجات ده بيبقى اصعب بعد كده، يعني لو استنينا ان احنا خلعنا واستنينا فترات طويله كمان بنتيجه، يعني نتيجه اللي احنا البايت بتاعتنا او العضه بتاعتنا باظت، علاقه الاسنان والفك اللي فوق واللي تحت باظ، ده بيبدا بياثر على مفصل الفك، يعمل تاكلات رهيبه في الغضروف بتاع مفصل الفك، وتبدا الشكاوى بتاعت مفصل الفك. تصحى الصبح عندك صداع نصفي في الجزء ده كله، مش قادر تمضغ، سامع صوت خروشه وطقطقه على طول. فلا، سنه او ضرس ممكن تعمل لنا التاثير الرهيب ده، سواء على الاسنان او العضه بتاعتنا او على مفصل الفك نفسه. طيب الناس اللي قررت انها تزرع شويه ممكن تلاقيهم مترددين، مش فاهمين الزراعه هتعمل ازاي، ازاي بتتم الزراعه؟ احنا عندنا دايما خوف من المجهول. اه، والمشكله ان ايه، الناس بتسمع او بتتناقل الاحاديث القديمه. انت عندك دلوقتي يا دكتور ايمن كميه تطور رهيب حصل في كل مجالات الطبيه، وخصوصا طب الاسنان، لان من عوامل المساعده جامد في طب الاسنان الاجهزه والتطور والتكنولوجي. دي مساعده جدا، طب الاسنان بالذات. اه طبعا، هو العيون قفزوا قفزه غريبه كده في الفضاء بسبب تطور الاجهزه. اه، تطور الاجهزه. ما هي انت وراك شركات عالميه يعني. ما هي تكنولوجي، الشركات دي بتتنافس بتتخانق هي مع بعض عشان خاطر يعملوا تكنولوجي تسهل على الدكتور شغله وتسهل على المريض الشفاء بتاعه او العمليه او الحاجه اللي هو هيعملها. بالزبط. هو ده الهدف من القصه دي كلها او التطور. بالنسبه للزراعه ازاي بتحصل؟ احنا عندنا اول حاجه لازم نعملها التشخيص. التشخيص ده بيتم عن ايه؟ اشعه مقطعيه. الاشعه المقطعيه دي هي عينيه جوه الفك ده، هي اللي بتخليني الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد امسك الفك ده كانه في ايدي مجسم ليه، واحركه يمين وشمال واعرف ابعاد العظم في الحته دي قد ايه، ارتفاع، عرض، كثافه. ده بيساعدني في ان انا احدد الزراعيه واحدد هل اقدر اعمل زراعه وتحميل فوري زي ما احنا شايفين كده. ده مش بالعكس، ده بيقول لي انسب مكان للزراعيه هنا احطها فين عشان تديني المظهر الجمالي بعد كده يبقى كويس. كل ده في التشخيص الاول. بعد ما اخترنا مكانها واخترنا مقاس الزراعيه دي واخترنا هنعمل سواء تحميل فوري او تحميل متاخر على حسب حاله العظم ديت، بنبدا نشوف الحاله دي وضعها ايه بالظبط. لو عندنا سنه وعندنا حاله عظم كافيه احنا ممكن نعمل فتحه صغيره خالص بجهاز الليزر، وده اللي بنتكلم فيها دكتور، التطور او القفزات يعني اللي حصلت في طب الاسنان جهاز الليزر. انت بتعمل فتحه صغيره خالص بدون الم بدون اي حاجه، الفتحه دي عن طريقها ممكن ان انت تزرع او تفتح مكان الزراعيه في العظم نفسه وتقدر تحط الزراعيه بتاعتك بكل بساطه. كمان عندك الاشعه المقطعيه دي ممكن نستخدمها ونعمل بيها حاجه اسمها دليل جراحي زي ما احنا شايفين كده يا دكتور في الفيديو ده. انت بتعمل فتحه صغيره بجهاز الليزر في اللثه، وبعد كده بتستخدم الدليل الجراحي ده اللي بيحدد لك الاتجاه، انت هتدرل هتجهز مكان الزراعيه دي في العظم في انهي اتجاه وعلى اي عمق. عظيم. فطبعا كل الحاجات دي وفرت لحضرتك ايه؟ سرعه اكبر، دقة أعلى، بالتالي كل ده هينعكس على المريض بتاعنا بإيه؟ ألم أقل، خوف أقل، وكمان يعني ما إحنا قلنا سرعة ودقة يعني نتائج أفضل أكيد. وتبدأ الزراعة، الزرعة نفسها تبدأ تتحط. بالظبط، الزرعة نفسها نبدأ نحطها. أنت شفت الدليل الجراحي، عرفت مسارك، هتحط الزرعة إزاي، فين؟ بالظبط، كل حاجة. بنبدأ نحط الزراعية، دلوقتي إحنا بندرل في العظم بتاعنا اللي هو بنجهز مكان ما هنحط الزرعة بتاعتنا في العظم بتاعنا بعد ما فتحنا الفتحة بتاعت الليزر الصغيرة، وعلى فكرة الكلام ده مش مؤلم خالص وبسيط جدا جدا. دلوقتي إحنا بنحط الزراعية بتاعتنا في مكانها، بندخل الزراعية بتاعتنا في مكانها، بعد ما بنحطها بننتظر التئام العظم عليها. لو عندنا زي ما قلنا جودة عظم كويسة إحنا ممكن على طول بنركب الأباطمنت اللي هي الراس بتاعت الزراعية ونقدر على طول نعمل. لو ما عندناش يعني كثافة عظم كويسة احنا ممكن نعمل زي ما حضرتك شايف كده، ده حاجة مؤقتة، سنة مؤقتة، بحيث ان المريض من عندي يخرج بسنة يقدر ان هو يتعامل بيها او شكل كويس، خصوصا لو في الاثاتيك زون اللي هي المنطقة الامامية من الاسنان اللي بتبان في الضحكة. ثم بعد كده ركب بقى. بالظبط بالظبط. المؤقت ده الزراعة بقى تتم فعلا. المؤقت احنا بنعوض الشكل الجمالي للسنة المفقودة دي لحد ما يحصل التئام للزرعة دي والعظم يلقم عليها، بعد كده نقدر نركب السنة الأساسية اللي هي فانكشنالي تبقى شغالة، نقدر ان احنا وظيفيا شغالة، يقدر يمضغ عليها وياكل عليها كل حاجة. أيا كان الماتيريال نقرر احنا بقى إذا كنا هنحطها مثلا بورسلين، زركونيا، حسب مكانها. حسب مكانها بنبدا نحدد كده، لو تجميليه حسب مكان وعلى حسب حاجات تانية كتير، بس هو على حسب مكانها مينلي بنبدا نحدد القصه دي كلها مع المريض طبعا. مش تفرق اذا كان كل ده بيتم
زرعة واحدة أو أكتر؟ طبعا مش هتفرق خالص. مثلا حالة زي دي، دي سيدة فاضلة تمام، هي عندها مشكلة صغيرة اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا دكتور، الإهمال في الأسنان، سنة ورا التانية ورا التالتة وصلنا للي احنا فيه ده، إن فقد كلي للأسنان في الفكين العلوي والسفلي. حالة زي دي بنتعامل معها ازاي؟ زي ما قلنا، رقم واحد أشعة مقطعية، نشوف الميديكال هيستوري بتاعها، التاريخ الطبي بتاعها، لو عندها مشاكل صحية نقدر نظبط المشاكل دي الأول قبل ما نعمل عملية الزراعة بتاعتنا. الفك الواحد بياخد من 6 ل 8 زرعات على حسب حالة العظم عندنا تمام، وعلى حسب الأشعة المقطعية بعد ما بنشوفها. بنحدد أماكن الزرعات دي، بنوزع الزرعات دي على الفك الواحد بتوزيع معين، توزيع هندسي معين عشان خاطر يشيل الفك كله، يعني الستة أو الثمان زرعات دول بيشيلوا عدد أسنان الفك كله اللي هي ممكن توصل ل 14 سنة وضرس في الفك الواحد. بنعمل الكلام ده فوق وتحت في حالات زي كده، الدليل الجراحي بيسهل، مع ان في مرحله ما بعد كمان وجود الاشعه المقطعيه اللي سهلت على الدكتور الرؤيه دي، وطبعا الدراسه بتاعت الدكتور والحرفيه، لا بقى الموضوع يعني حتى لو من غير الدليل الجراحي الموضوع بيبقى اسهل شويتين، بس يظل رفيق النجاح هي الاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه، الاشعه المقطعيه هي عين حضرتك جوه، عين حضرتك بتشوف اللثه، ابعد من كده ما بتشوفش. اللي بتشوف ابعد من كده هي الاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه بالظبط، هي اللي هي عينيه جوه الفك ده، طلعوها كل شويه يعني ما فيش ما يعني كل احنا بنتكلم طلعوا الاشعه مهمه مقطعية. مهمه يعني احنا بنتكلم على اشعه مقطعيه جميله. في معتقد عند كتير من المصريين ده بقى، وكل ما افتح الموضوع ده ارجع تاني اقول ايه، يمكن الناس فهمت خلاص، فانا ارجع تاني من الاول الاقي ناس كتير تقول لي لا لا اصل انا مش هزرع. ليه يا سيدي؟ انت عندك 3 4 سنان باينين مكسوره، بس انا عندي سكر. طبعا لا. انا عندي بقى الحكايه دي يعني، ما هو قدامي بتوع السكر كله، لا فنقف قدام السكر شويه. لا خالص. قصه السكر بكل بساطه، احنا قبل ما بنبدا عمليه الزراعه بنعرف هو مستوى السكر عنده عامل ازاي. لحد مرحله معينه احنا بنوقف الحاله دي ولازم يظبط سكره لحد مرحله معينه، بعد ما بنوصل للمرحله دي بيبقى عمليه الزراعه عادي. واللي ساعدنا في القصه دي برضو التكنولوجي والتطور، ابحاث ودراسات كتير من قبل شركات الزراعه عشان خاطر تطور من الزرعات بتاعتها سواء في الديزاين او في معالجه السطح. حاله زي كده، الحاله دي هو مريض سكر منتظم، يعني مظبط سكره ومتابع. لك ان تتخيل يا دكتور ان احنا نقلنا الحاله دي من الوضع الصورة اللي فوق للوضع اللي في الصورة اللي تحت، منظر مختلف خالص ووضع مختلف خالص سواء شكلا او وظيفة تمام. الزرعات دي بقى والتطور او الحاجات اللي بنتكلم فيها دي عبارة عن ايه؟ معالجة سطح الزرعية. بنستخدم طرق مختلفة زي جاما ريز، بنعمل حاجات معينة في الديزاين بتاع الزرعية نفسه، تيبرنس جروف معين او حفرة معينة بحيث انها تعمل كوندنسيشن او تكبس العظم فيها، تديك ثبات اكتر للزرعية في الاول. كل الحاجات دي عوامل مساعدة. جت ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك بالابحاث المستمرة في قصة الزراعة. بتغير في ديزاين، بتغير في سيرفيس بيت، معالجة سطح عشان خاطر تحفز العظم اكتر. عارفين الزرعية مصنوعة من مادة التيتانيوم اللي هو لوحده بيحفز العظم انه يبني عليه. الحاجات او معالجة السطح دي بتساعد اكتر ان العظم يبني بصورة اسرع. واكبر دليل على كده يا دكتور، احنا كنا زمان بنحط الزرعة ونستنى عليها 6 شهور عشان خاطر نبدا نحط عليها السنه بتاعتنا او الدرس بتاعنا. احنا دلوقتي بنحط الزرعيه والست شهور تقلصوا لحد 6 اسابيع او لثمان اسابيع كمان. فرق كبير جدا. كل ده بسبب ايه؟ بسبب معالجه السطح والحاجات او التكنولوجيا المستخدمه في صناعه الزرعه نفسها. في ناس كتير بيجيلها الم في ضرس خلفي مثلا. تمام. والالم شديد وبتاع ويروح يعالج جذور والجذور ما تنجحش قوي فيقول لك اخلعه. لا انا ضد الفكره دي تماما. في يعني مثلا ايه، كان زمان الجميل قوي الله يرحمه عادل ادهم يقول لك انا الصبع اللي يتعبني اقطعه واقطعه واستريح منه. ما ده كلام افلام حضرتك قلت يا دكتور. الضرس اللي بيوجعني اخلعه. في ناس بتخلعه بايدها يعني. لا هو في بس يعني ده لا يمنع نسله خاطئ. نسله خاطئ 100%. اجنان يعني مش شطاره. عندي تشبيه صغير كده، انا بشبه السنه او الضرس اللي عندنا بالدراع. هل ينفع ان انا دراعي تعبني فاقوم قطعه وامشي من غير دراعي؟ لا طبعا، ما هو زي ما اتفقنا من الاول ان السنه دي فقدناها هينتج عنها فقد الاسنان ثانيه ومشاكل ثانيه اكبر من ان احنا فقدنا سنه. بكل بساطه هو زي ما بقول لحضرتك برضه راجع للوعي الطبي عند الناس. زي ما حضرتك قلت الضرس اللي بيوجعني اخلعه، لا هو ممكن في طرق ثانيه نعالجه. محتاج عشوائيه نعملها، وعلى فكره الحشوائيه دول بتتعمل في جلسه واحده. محتاج حشو عصب نعمله، دلوقتي بيتعمل بجهاز الروتري اللي هو دقه عاليه جدا وسرعه، حشو العصب بيخلص في جلسه واحده.
مكسور سنه مكسوره نعمل فينيرز، نعمل عدسه عليها لو كسر صغير، نعمل حشوه تجميليه فيها لو في تسوس صغير او سطح عليها، ونعمل حشوه تجميليه مش هتبان ابدا الفرق ما بينها وبين السنان الطبيعيه. في حاجات تانية كتير وطرق علاج كتير جدا جدا. في حاله ان احنا خلاص وصلنا لمرحله ان الدرت زي ما يقولنا ان هو مش هيتعالج تاني، مش هينفع ان احنا نعالجه تاني ولا ان احنا نحييه من تاني، هنضطر ساعتها نلجا لايه؟ للحل الاخير وهو الزراعه. نخلعه، وزي ما بقول لحضرتك برضو باكد على الناس، درسك زي دراعك، خلعته عوض مكانه. قبل ما تخلع فكر هتعوضه ازاي، مش هخلعه بس. الالم هترتاح منه، لو عالجته هترتاح منه، لو خلعته هترتاح منه، بس بعدين هتعمل ايه؟ المهم هعوضه ازاي قبل ما اخلعه. في الطب، في فروع الطب مختلفه، ايرات يعني ايرس ظهرت في الفتره الاخيره، مثلا زي الليزك في العيون، زي شفط الدهون في التجميل، تكبير الثدي بالنسبه للمراه. لكن تجميل الاسنان هو انا في رايي رقم واحد في ما يسمى بالهجمه على حاجه في الطب. يعني لو قلنا كده مثلا انه اكتر حاجه انتشرت في المجتمع بصراحة هو تجميل الاسنان، ده حقيقي اكتر حاجه. ما حدش قالك الكلمه دي قبل كده؟ لا لا. يا دكتور ايمن حضرتك بتاع كل جديد دايما، ربنا يخليك. لان لو حطينا بس الليزك مع تجميل الثدي مع شفط الدهون مع زراعه الشعر، صح، مع تجميل الاسنان، التجميل الاسنان يطلع رقم واحد، طفره رقم واحد. ما كلهم طفرات، كل دول زادوا في الخمس سنين اللي فاتوا، تمام، او في الثلاث سنين اللي فاتوا دول، لكن تجميل الاسنان رقم واحد. ليه رقم واحد؟ بكل رقم واحد بعنف. انا بشوف ان بكل بساطه بقر على الله. لا والله القصه كلها ايه؟ ان الله جميل يحب الجمال. فبكل بساطه هو انا بشوف ان حضرتك قابلت حد، حاجه من الاثنين من اول لقاء ما بينكم، يا هيضحك لحضرتك ضحكه جميله، تمام، وهو بيكلم حضرتك، تمام، فهتبدا ان انت تتجاوب معاه وتبدا ان انت ايه تتشد له وتبدا تتكلم معاه. يا اما اول ما هيضحك هيبقى الموضوع ايه؟ صعب شويتين، تمام، وخصوصا في مجالات عمل ايه؟ اللي هي الثقيله شويه، تمام؟ الدكتور، ما هو ده مجال عمل ثقيل، تمام، المحامي، اي مجال عمل فيه لقاء مع ناس او حوار مع ممثل، ناس. ممثل طبعا. في اي لقاء عمل فيه إعلامي. لقاء مع ناس او حوار مع ناس، اعلامي، ممثل، دكتور، محامي، اي حد هيتعرض لناس او يعمل ناس، لازم يبقى اسنانه، لازم يبقى اسنانه جميله. انا بشوف ان السنان هي عنوان للنظافه الشخصيه او عنوان كمان للاهتمام بذاتك. يشمل ايه بقى طب الاسنان التجميل؟ طب الاسنان التجميل يشمل حاجات كتير، مش يشمل سنان بس، هو يشمل السنان والسراوندنج بتاعتها، الحاجات المحيطه. اللي هي ايه؟ عندنا اسنان، عندنا لثه، عندنا عظم الفكين، عندنا الشفايف، الجزء ده كله. يعني احنا كمان دخلنا معاه الماكسيلوفيشال اللي هي جراحات الوجه والفكين، فيما يخص الوجه والفكين والجمجمه، ده كل ده داخل تحت طب الاسنان التجميلي. تمام. طب الاسنان التجميلي يشمل السنان بتاعتنا فيها تسوسات ومحتاجه حشوات، نعملها، فيها كسور ومحتاجه فينيرز، نعملها، فقد الجزء للاسنان وزراعه او تركيبات ثابته، نعمله. كل ده ضحكه لثويه، لثه بتبان بنسبه كبيره اكتر من اللازم في الضحكه بتاعتنا، كل ده داخل تحت طب الاسنان التجميلي. وكل الحاجات دي ليها علاقه ببعضها وريليتد لبعضها، زي ما بنقول هي خطوه بتسلم لخطوه ثانيه. بيجي لك واحده تقول لها انت محتاجه تجميل لثه، تقول لك بس بص بص انا خلي اللثه دي شويه، ولا حد شايفها، خلي اركن اللثه دي شويه ونتكلم في اي حاجه. ما ينفعش نركنها. ايوه، اشرح لي بقى. بكل بساطه هو كدر، الحته دي كدر. كدر في ايه؟ في شفايف، في لثة، في أسنان. يعني اللثة جزء لا يتجزأ من الكدر ده، اللي بيشوف لو أنا عندي ضحكة لثوية أسنان بس الضحكة فيها هي اللي غالبة، الضحكة اللثة فيها هي اللي غالبة، لو جيت ضحكت هو حضرتك مش هتشوف الأسنان اللي حضرتك عملت لها تجميل، مش هتشوفها، هو هتشوف حاجة واحدة بس، اللثة بتاعته باينة جدا 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 جدا. مهما عملت تجميل للأسنان دي ومهما عالجتها وما وصلتها لمرحلة رهيبة من الجمال ومن الطبيعية، لا انت مش هتوصل للقصه دي خالص. ليه؟ لان برضو الحاجه الوحيده اللي باينه قدامك هي اللثه. بس انا مش شايف ان اللثه دي التجميل بتاعها او ان احنا نركنها على جنب زي ما حضرتك بتقول، ان دي حاجه بقت يعني ان احنا نعملها. ليه؟ عندنا الليزر. الليزر دي من الطفرات اللي كنا بنتكلم عليها في طب الاسنان. زمان عشان نعالج اللثه والناس كانت بتخاف وتقول اركنها على جنب دلوقتي عشان خاطر ايه؟ مشرط، جراحه، خياطه، علاج، قصص كده كبيرة. الليزر دلوقتي بدون بنج وبدون ألم هو بتقص في اللثة وبتكويها في نفس الوقت، وكمان الهيلينج بروسس اللي هو مرحلة الالتئام بتاعتها بتاخد وقت أقل بكتير. تمام. حالة زي دي مثلا، هو حالة زي دي احنا بنعاني من فلجة في الأسنان، تمام، بس فلجة كبيرة شوية. أول حاجة بنعملها بنبدأ نبص على الكادر بتاعنا هو فيه إيه،
دخله لثه زي ما قلنا، دخله اسنان، دخله شفايف. في الحاله دي احنا استخدمنا الليزر تمام عشان نشيل جزء من اللثه اللي في النص حته بسيطه عشان نقلل الجزء اللثه اللي في النص ونرسمه بالمنظر اللي تحت ده. بعد كده بدانا نعمل تركيبات اللي هي التركيبات الثابته ايماكس على الاربع اسنان اللي قدام. ليه الاربعه ما عملناش الاثنين؟ لان عندنا المسافه اللي في النص دي كبيره. لو اشتغلنا على السنتين بس، حضرتك متخيل حجم الاسنان هيبقى عامل ازاي؟ رابط لايك بالظبط. هي القصه كلها اكيد اكيد القصه كلها عباره عن ايه؟ نسبه وتناسب. هنعرض السنتين اللي هم القطعين الجانبيين دول، هنعرضهم شويه وعلى اساسهم هنقدر نعرض التانيين ويملى الفراغ. هي خيال. دكتور السنان الشاطر هو اللي بيتخيل انت عايز توصل لايه وتبداها الحكايه من ورا لقدام. انت متخيل هتوصل لايه وتبدا تشتغل على اساسه عشان توصل. طب الاسنان تقدم تقدم مذهل، وانتوا قفزتوا قفزه في يعني المركز الاول في رايي. انك انت شوف النهارده لو قلنا انه خمس ست ايرات في الفتره الاخيره ما بين ليزك وشفت دهون وتجميل ثدي وتجميل اسنان، مين اللي خد المركز الاول؟ لا انا بقول لك تجميل الاسنان حقيقي. تجميل الاسنان حقيقي. شوف كده في اي حته ناس غيرت سنانها كلها حقيقي، وكله جاي في الموضوع قر رسم عليك. بتسعدني باسلوبك الجميل. انا الاسعد بجد، انا الاسعد اسلوبك الجميل وينم عن تعايش رائع جدا مع العمل بتاعك، وده بلاحظه في كتير من زملائنا في الفتره الحاليه. انه انا بسعدني التعايش، انا حياتي هي ده، حياتي هي طب الاسنان، حياتي هي التجميل، وتتعامل مع كل حاله لانها حاله خاصه. حاله منفرده بذاتها. هي مش اسطمبه، هو كل واحد ليه البصمه بتاعته. ده التعايش، ده حقيقي. انه هو حياتي صح. انا ما في ناس بتشتغل اللي هو ايه، انا بشتغل عشان اكسب فلوس واروح اخر اليوم. لا، في فرق بين اكسب فلوس وهو حاجه بتحبها. بالظبط، حاجه بتحبها بتعملها عشان الحب بتحبها. الحب انا بيقول لك بورن تو بي دنتست. صح صح كده. صح. في بورن تو بي كيلر. نورت يا دكتور كريم، ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم المتميز في عالم الاسنان الاستاذ الدكتور كريم مدحت، كان مبدعا في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. تقدم العمر في الوش، الفات بيحصل له تآكل، الهيكل الخارجي اللي هو عبارة عن جلد فيبتدي هو يطبع على الوضع الجديد فبيحصل الساجنج أو الترهل اللي بيحصل في الوش. الخليج مع أن احنا ممكن نكون سبقناهم، بس هم سبقونا دلوقتي في التكنولوجي. الموضوع فكر بس. ممكن تلاقي الست مستوى الاقتصادي كويس وكل حاجة، لكن مهملة في نفسها. في حاجات احنا عندنا في الطب مكتوبة في الكتاب، تنفيذها ده مسؤولية الطبيب. الأستاذ الدكتور عمرو النجاري، أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات التجميل، الحاصل على شهادة المدرب المعتمد من شركة أبتوس للخيوط، من ضمن 20 جراح على مستوى العالم والأوحد في الشرق الأوسط. أهلا بكم. حقيقة الثدي منطقة مهمة جدا، والثدي منطقة إذا أصيبت في المرأة بخلل، المرأة تصاب بحالة فيها إحباط كبير جدا، سواء ثدي صغير أو ثدي كبير الحجم بتؤثر عليها. وأيضا إذا أصيبت هذه المرأة أو أصيب هذه المنطقة آسف بمشكلة ما عند الرجل، الرجل أيضا يصاب بإحباط كبير جدا. بس طبعا مفهوم أن الرجل سيصاب بإحباط عندما يكون هناك تضخم في الثدي. يبقى خلي بالكم، هذه المنطقة أو هذا الموضوع رجالة وستات. الستات الموضوع عندهم ضخم جدا، والرجالة عندهم الموضوع ضخم جدا. الستات ممكن يحسوا بنقص في الكرامة ونقص في الكبرياء ونقص في كل ده، الراجل برضه نفس الكلام. عشان كده احنا هنقسم النهاردة حلقتنا إلى رجالة وستات فيما يتعلق بواحدة من أصعب مواضيع الجراحية التجميلية وهو الثدي. طبعا ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال، واحد من سوبر ستارز جراحات التجميل، واحد من المبدعين في عالم جراحات الثدي. هنستمتع جدا بهذا الحوار مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور عمرو النجاري. أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن، ملك الشياكة وملك البستات. حبيبي ربنا يخليك. أنا بحاول أجيب بس ده ما ديش نعم علي. أجيب لك شوية. عايز أقول الأول الست كالعادة، ثدي طالما الست دايما السؤال، ايه المقاييس الطبيعية للثدي؟
سؤال كلاسيكي. هي لازم عشان اجاوبك على السؤال ده لازم نبقى عارفين ان الثدي ليه بصمه. ويمكن الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده كلام يعني ممكن ناس كتير ما تعرفوش بما فيهم الاطباء. ان الثدي ده ليه حاجه اسمها الفوت برينت، زي بصمه العين، زي بصمه القدم، زي بصمه الصباع. يعني بصمه الثدي دي معادله بنعملها اسمها الواي اكويشن. معنى ايه بالبلدي كده؟ ان في ست ليها بصمه ثدي دائري مثلا، ليه في ست بصمه الثدي فيها مخروطي شويه. احنا بنحدد ده على اساس شكل وارتفاع القفص الصدري وفي نفس الوقت محيط الصدر. لما بنعمل المعادله دي بنقدر نحدد ايه هو بصمه الثدي عند هذه السيده او عند هذه البنت. الكلام ده هو ده الاساس في ازاي انا اعيد بناء الثدي ده او اكبره او ارفعه او. الموضوع مش اختياري. في يعني في ناس كتير قوي لما بتيجي تطلب عمليه تجميل الثدي بتبقى عايزه ان هي تحط حاجه وخلاص على التكبير وخلاص، زي ما انت عارف ان في طرق كتير لتكبير الثدي بما فيها اعاده او حقن الدهون الفات ترانسفير. الموضوع لا، الموضوع ليه دراسه وليه قوانين وليه حسابات. في سؤال دايما مهم، في ستات تلاقيهم عندهم وهم ان الثدي بتاعهم فيه مشكله وهو يطلع كويس، مش كده؟ طبيعي طبيعي طبعا. السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي خلت فيه انفتاح شويه على مقاييس جماليه مستحدثه. بيحصل فعلا يجي لنا امهات معاها بناتها وبنعمل الكشف الاكلينيكي عليها بنلاقيها فعلا هو مش حجم المتناسق لكن مش الحجم اللي يحتاج عمليه. وهنا بنبقى بتقابلنا مشكله جدا مع اقناع الطرفين، لان الام طبعا بتبقى اكتر مش عايزه لكن بترضخ لرغبه البنت المتكرره. هنا بتبقى هي دي المشكله بقى، ان انا ازاي اوصل للبنت دي ان انت لا انت فعلا عندك مشكله بس المشكله دي اكسبتبل او مقبوله او ما تستدعيش ان احنا نعمل عمليه جراحيه. هنا بتيجي امانه الدكتور بقى، ما يبقاش ان هي عايزه تعمل وخلاص. لان خد بالك في شعره ما بين الصح والغلط في التجميل. الشعره دي عايزه امان الطبيب وعلم طبيبي، لان هو ان انا ازاي اعرف ان في تقييم الثدي. تقييم الثدي مش موضوع حجم بس، تقييم الثدي ده لازم اعرف حجمه، اعرف شكله اذا كان عادي او مخروطي او اذا كان في ما فيش سيمترية، يعني ما فيش تناسق ما بين حجم الثديين اتجاه الحلمة أو الهالة بالحلمة مظبوط ولا لا، لأن كل دي الحاجات اللي بنحدد عليها. طب أنا لازم أعمل عملية هنا ولا لا، وفي نفس الوقت إن أنا إزاي أقنع الكلاينتس أو البيشنت أو الشخص اللي هو يطلب هذه الخدمة إن أنا لازم أعمل له الحاجة المظبوطة، لا أبقى أوفر في الاستيميشن بتاعي، لأن من خطورة الحشوات السيليكون اللي بتتحط ان انا احاول اربي رغبه المريضه ان انا احط لها حاجه كبيره قوي. خد بالك انا كل ما اعمل اكسبانشن او شد للجلد انا بعرض الجلد لمخاطر كتير جدا، وبعرض ان البنت دي يحصل لها مشاكل من الحشو على مدار سنين او على مدار الفتره اللي ما بعد العمليه. طموح المريض هنا بيبقى عالي، فدايما احنا بنقول له بص احنا الحاجه الحلوه اللي احنا هنعملها لك ان احنا هنخليك نورمال، هنخليك ناتشرال، وفي نفس الوقت هنحط لك اكبر مقاس ينفعك. انت عارف حضرتك لما بتروح تشتري اي لبس انت بتقيس الحاجه الفات عليك، لا هي الضيقه قوي ولا الواسعه قوي. هي دي نفس اجراء او طريقه اجراء او طريقه اختيار الحشوه اللي احنا بنبتدي نحطها. زي ما قلت لك من شويه في حاجه اسمها بصمه الثدي، في ابعاد معينه احنا عايزين نوصل لها، هو ده الاساس في اختيار حجم الحشوه ونوع الحشوه وشكل الحشوه. ما بعد هذا ان احنا ازاي بقى بعد كده نختار فتحه الجرح هتبقى فين؟ وضعيه الجسد هتبقى فين؟ كل ده يا دكتور ايمن دراسه. والدراسه دي هي اللي بتخلي العمليه تمشي سموث وتمشي كويس او تخلي العمليه يحصل فيها مشاكل ما بعد الجراحه. انا عايز اقول حاجه مهمه قوي هنا، انه اللي عايز يتابع تفاصيل قوي للصور الثدي يتابع على صفحه الدكتور عمرو على الفيسبوك. هينزل صفحتك على الفيسبوك دلوقتي، دي صفحه المحترفين، الناس اللي بقى عايزه اللي عايز تشوف حاجه، اللي عايز يشوف بقى بروفيشنال، لانه احنا مقيدين انه بعض الصور يعني قيل لناها غير، رغم انها صور طبيه بس قيل لناها غير مناسبه، وانا بحترم طبعا الراي دوت والتزمنا، لانه في حاجات في الست لازم تشاف بصراحه. علميا انا معها انه اللي هتقبل لازم تبص على صفحتك وتشوف ولازم التجارب قبل وبعد، تجارب بالظبط. فهنحط الصفحه
ودي بقى حاجه خاصه بالناس اللي مهتمين انترست جدا يعني على الفيسبوك وعلى الانستجرام والحاجات دي كلها، السوشيال ميديا عامه موجود. لان دي تفاصيل في عدد كام حلقه؟ لا هو انا عمري ما بحسب الحالات، لكن هي الفكره كلها ان احنا برضو حتى الحالات اللي احنا بنبتدي نحطها على ما اذا كان على الويب سايت بتاعنا او على السوشيال ميديا بتبقى طبعا محدوده جدا، لان انا لازم عشان اطلع صوره حد لازم ابقى اخد موافقه منه. والحاجات دي بتبقى محدوده، لكن فيها نماذج بتعرف كل حاله ايه المشاكل اللي ممكن تبقى شبهها. هتكلم على انواع الحشوات، ايه بقى ايه العالم قدم ايه للست في انواع الحشوات؟ طبعا موضوع الحشوات السيليكون دي حاجه من زمان جدا، من مئات السنين، وكانت في تطورات كبيره فيها من ساعه لما كانت بيتحقن السيليكون كده زي الجل، وبعدين حصل منه مشاكل فابتدوا يحطوا السيليكون ده جوه شيس او جوه وعاء. التقدم والتكنولوجيا دلوقتي في شكل الـ 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 الحشوه دي ان هي بقت عباره عن وان بلوك. يعني ايه وان بلوك؟ لو انت جبت الحشوه دي وحطيتها قدامك كده وقطعتها بالسكينه هتبقى نصين. مش مفيش حاجه هتبوظ منها او هتخرج منها، ودي معامل امان كتير كبير جدا يطمن الناس. الحاجه اللي كوهيزيف جيل. كوهيزيف جيل بالظبط كده. هي الفكره كلها ان هو في منه انواع كتير قوي. نوع الجل ده ممكن الشيس اللي حواليه ده يبقى تكستشر، يبقى نوع معين من الخشانه او التكتشر معين عشان يدينا نفس احساس المولدنج ده بتاع البريست. في منه انواع اللي هي السموث اللي هي السطح الاملس. الانواع دي مش اختلاف كبير في النتيجه، ولكن هي بتبقى ارتياحيه للطبيب المعالج، هو اللي بيختار على هذا الاساس. انواع الحشوات مش بس في الكونتنت بتاعتها، لا في شكلها. في حاجه اسمها الحشوه الدائريه، وفي حاجه اسمها الحشوه اللي هي الاناتوميكال او التير دروب اللي هي شبه دمعه العين. زمان كانت الناس بتعتقد ان لا، انا لو انت عايزه حاجه البروجكشن بتاعها قوي والشكل فيها جميل جدا هنبتدي نحط الحشوه الدائريه. وكانت الناس بتعتقد ان انا احط دمعه العين او الاناتوميكال او التير دروب لما اكون احب احط اعمل شكل ناتشر. علميا الكلام ده دلوقتي ما بقاش مظبوط. زي ما قلت لحضرتك في الاول ان في حاجه اسمها بصمه السيد. بصمه السيد دي عباره عن معادله بنحسبها، بنقسم المسافه ما بين السوبر ستان نوتش والنبل او الحلمه وعلى محيط الصدر نفسه. الواي اكويشن دي هي اللي بتحدد الرقم اللي بيطلع ده، بيتحدد احنا هنحط الدائري ولا هنحط الاناتوميكال. معادله تبين مين بالظبط. ما بقاش الموضوع زي ما احنا كنا فاكرينه زمان دي اهواء شخصيه، لا الموضوع دلوقتي ده بيبقى ليه حسابات ودراسات. الاختلاف برضو في انواع الحشوات الهايت او البروجكشن. البروجكشن ده اللي هو البروز، البروز بتاعه في منه اللي هو النورمال وال هاي والاكسترا هاي بروفايل. يعني ايه؟ يعني في حشوات بتبقى الارتفاع بتاعها بيبقى بسيط، وفي متوسط، وفي عالي، وفي اكسترا هاي. بنختار على اي اساس؟ برضو دي مش حاجه اوبشنال. زمان برضو كنا فاكرينها على حسب الاوبشن او على حسب يحتاج المريض، لا دلوقتي الموضوع بقى دراسه. بنعمل ايه؟ بنعمل الفوت برنت بتاعنا بعد ما بنبتدي نحدده، بنشوف المسافه ما بين الابر بول واللور بول بتاعت الساتي او الحد الاعلى والحد الاسفل بتاع الساتي. على حسب كميه الجلد اللي موجوده في الحد الاعلى بنبتدي نحدد احنا هنحط النورمال بروفايل ولا المودريت بروفايل ولا الهاي بروفايل ولا الاكسترا هاي بروفايل. كل ما يكون في جلد كتير معنى كده ان في توزز كتير، معنى كده ان هو محتاج هاي بروفايل او اكسترا هاي بروفايل. لو في صدر، بيبقى في بنات بيبقى عندها صدر اوريدي ما فيهوش اكسس سكين. طيب لو احنا هنعمل لها عمليه، هنا هنعمل لها عمليه بنحط لها حاجه اسمها لو بروفايل او نورمال بروفايل. هي طماعه شويه، هي عايزه حاجه احسن، هي عايزه حاجه تديها بروجكشن احسن. فقدامنا حاجه من اثنين، يا اما نعمل حاجه اسمها البرافا. البرافا ده عباره عن برا كده في فاكيوم، العينه بتلبسه لفتره من 6 ل 8 اسابيع ببروتوكول معين بنقولها عليه، بيبتدي يمط الجلد شويه، بيبتدي يعمل لنا الانفلوب اللي احنا هنحط فيه الثدي او هنحط فيه الحشوه يبتدي يتمدد شويه، وساعتها هيبقى ملائم ان احنا نحط، او ان احنا نعمل لها عمليه نحط لها المودريت بروفايل، وبعد فتره لما يحصل تمدد للجلد نبتدي نعمل لها المرحله الثانيه. ده تفاصيل بقى يعني دقيقه للست تفهم الكلام، او زي ما انا قلت اللي عايزين يشوفوا برضو يتابعوا صفحه الفيسبوك بتاع الدكتور عمرو هيلاقوا
نماذج بالظبط موافقه انها تكون اكزامبل طبيه، ودي حاجات ريفرنس طبيه احنا في المؤتمرات بنرجع، لكن بما ان احنا في مجتمع شرقي فاحنا بنتحفظ في ان احنا نخرج هذه، رغم انها علميا المفروض عشان المحاضره تكتمل كانت شابه دي في المحاضرات. يمكن برضو انا موافق جدا على انه المجتمع والشكل الاعلامي لازم نكون في شكل من اشكال اللي احنا ما نعرضش الحاجات اللايف، لكن تحافظ على البنت يعني اللي رايحه تعمل عمليه لازم تشوف حاجات، لازم تطمن، لازم تفهم الكلام. طيب عايز اتكلم على ترهل السادي. انا عايز اقول لك حاجه بس قبل ما اتكلم على ترهل السادي. في سيستم او سوفت وير جديد وده مستحدث وابتدينا نطبقه. ان احنا بنبتدي نعمل سيميوليشن يعني بوري تخيل تمثيلي للشكل اللي هيحصل او المقاس اللي هيركب او الشكل اللي هيكون عليه السادي بعد العمليه. زمان كنا بنعمل حاجه زي كده بس ما كانتش سيميوليشن، كانت سوفت وير او بحاجه كده زي فوتوشوب احنا بنبتدي نلعب فيها. دلوقتي خلاص، دلوقتي بقى الموضوع سهل قوي. السوفت وير ده بيحدد لنا الشكل وبيحدد لنا الحجم كمان. يعني بيحدد لنا هناخد حجم قد ايه، القاعده بتاعته قد ايه، ارتفاعه قد ايه، اذا كان راوند ولا تير دروب. يعني بيدينا سيميوليشن وفي نفس الوقت بيدي للمريضه بتقدر تشوف شكل تخيلي لنوعيه او شكل السادي بعد العمليه. اتفضل. انا دي بس كنت عايز اقول ده حاجه عظيمه جدا. لكن هروح بقى للترهل اللي هو المشكله التي تكون ربما اكثر انتشارا من صغر الحجم، لان كل الستات بعد سن معين بعد حمل ولاده بتصلي بتشيك من ترهل السادي. من اكثر المناطق اللي بتعاني منها المراه بعد الرضاعه او بعد الحمل او بعد انقاذ الوزن او عمليات انقاذ الوزن العنيفه ترهل السادي. هنا بنبتدي نحدد، لان هي الناس هنا بتبتدي تسال طب هو السادي ده حله ايه؟ السادي ده عضو من اعضاء الجسم اللي ليه ابعاد، الابعاد دي احنا لازم نحققها مع اي عمليه تجميل. لما يحصل ترهل في السادي احنا بنحدده وبنقسمه جريدز درجات. على حسب كمية الترهل ده بنبتدي نقول احنا هنعمله حشوة بس للرفع، او حشوة مع رفع دائري، او حشوة مع رفع كامل. على حسب بنقيس مسافة زي ما اتفقنا من السوبرا سينال نوتش لحد النبل. سوبرا سينال نوتش اللي هي المنطقة ما فوق العظمة. بالظبط. مفروض النورمال المسافة دي تكون من 19 ل 21 سم. كويس. هيبتدي نحسب بقى الجريد بتاعها. لو من 21 لحد 23 احنا ممكن نعمل رفع عن طريق الحشوه فقط. لو من 23 ل 25 بنعمل رفع بالحشوه زائد جرح دائري اللي هو حوالين الهاله. اكتر من كده هنضطر نعمل الحشوه مع الرفع الكامل اللي هو الانكرنج، اللي هو الجرح الدائري حوالين الهاله والجرح الطولي، والتي ما بقتش كبيره او العرضي ما بقاش كبير، بيبقى سمول تي. احنا بنحدد كده لمصلحه المريض. يعني في ناس كتير قوي تقول لي يا دكتور طب ما ينفعش تعمل لي بالجرح الدائري فقط. احنا بالنسبه لنا في شغلتنا مفيش حاجه اسمها ما تنفعش، بس هي الفكره كلها ان انا عشان اوصلك للبرفكشن او الشكل المثالي لازم اعمل الجرح الطولي طالما الترهل وصل لحد معين. طب لو انا ما عملتش لحد للجرح الطولي واضطريت انا نزولا لرغبتك ان انا اعمل لك الجرح الدائري فقط، يبقى انت لازم تقبلي ان انت ما تاخديش بيرفكت، ان انت ما تاخديش تحسن ال 100%. لو انت اكسبتنج ماشي، بس اللي انا عايز اقوله ان شكل الثدي حتى لو في جرح طولي بيبقى شكله حلو جدا، وفي طرق دلوقتي لرفع الثدي بتبقى التنشن فيها او الغرز الشد فيها بسيطه فيطلع الجرح جميل جدا. مع العكس ان انا لما بعمل الجرح الدائري فقط بيبقى في تنشن جامد جدا، دايما الجرح الدائري ده لما بتعمل بيطلع شكله وحش. ساعات بنلجا ان احنا نوافق على طلب المريض، بس طبعا ده بعد ما المريض بيكون اقرب حاجه زي كده عشان ما يبيش بعد كده يقول لك ليه يا دكتور ما قلتليش. هي الفكره كلها حاجه، يعني دايما انت روح للدكتور المناسب وخليه يختار لك الحل المناسب، بلاش تتدخلي فيه عشان تدخلك ده ممكن يخليك انت عن غير درايه او غير فهم تبتدي تختاري الحل الغير مناسب ليكي، وبعد كده بتلومي الطبيب المعالج. مين اللي ما يعملش عمليه تجميل ثدي في الستات؟ موانع. والله بص، هي الموضوع ده اختلف عليه ناس كتير. في ناس بتحبز ان احنا ما نعملش اي عمليات في الثدي في وجود اورام او في وجود جينات اورام الثدي الخبيث. مع العلم ان
الناس العائلات اللي هي عندها البركة 1 وبركة 2 بوزيتيف اللي هي الجينات المسببة لسرطان الثدي بينصح ان هم يعملوا استئصال للثدي ووضع الحشو عشان حاجه وقائيه ضد السرطان زي ما عملت انجيلينا بالظبط كده. فهي الفكره كلها في تخوفات. التخوفات دي احنا بنحاول نوصل للمريض ان انت ما فيش اي خوف منها الا لما تكون حاله فعلا اوريدي عملت كان عندها كانسر وتعالجت في فتره معينه بعد علاج الكانسر على الاقل سنتين ما ينفعش نعمل اي حاجه في الصدر. الفتره دي هي اللي ممنوع فيها اي لعب في الصدر، فتره انه بعد عمليه استئصال الثدي او معالجه الورم لحد ما الدكتور المعالج الاورام يقول لها انت توتالي فري دلوقتي ما فيش خوف انه حدوث اي ارتجاع او ريكرنس في موضوع التورم. ساعتها احنا بنبقى سيف ان احنا نعمل استعاده اللي هو ريكونستراكشن للبريست عن طريق الحشوة او عن طريق ان احنا ناخد شريحة جلدية او جلدية او عضلية من الجسم عشان نعيد شكل. هي دي يمكن الحالة الوحيدة هم السنتين دول، ودي بتبقى بناء على طلب دكتور الاورام. يعني دكتور الاورام قال لها ما تعمليش، احنا لازم نسمع كلامه لان هو في الحتة دي بيكون اكتر دراية مننا ولازم نحترم رأيه قبل ما نبتدي نعمل اي نوع من انواع العمليات لتصليح الثدي بعد استئصال جزء التورم او استئصال الثدي. طب عايز اروح للمنطقة فيه عليها خلافات، حقن الدهون في الثدي كيف طرح؟ عليها خلافات كبيرة. لا هي حاجة علمية جدا برضو، يعني لازم نبقى فاهمين ان دي حلول علمية. يعني ايه علمية؟ ان هي وجدت لعمل استعاضة لحجم الثدي في حالات معينة، مش معنى كده ان هي احسن من الحشو، لا هو دي حلوة ودي حلوة. الحاجة الوحيدة في حقن الدهون بس اللي احنا لازم نبقى فاهمينها ان احنا عندنا سايز، السايز ده عشان نملاه دهون لازم نعمله بطريقه فيها حرفيه شويه. اهم حاجه فيها حاجه لوجيك جدا، لو احنا قاعدين في مكان زي ده دكتور ايمن، المكان ده يساع مثلا 10 افراد يعيشوا فيه مرتاحين. لو احنا حطينا فيه 1000 فرد هيموتوا كلهم هيتخنقوا. لو احنا جايين نعمل تكبير الثدي بحقن الدهون، احنا زي مثلا حقن الدهون احنا محتاجين الفوليوم ده حوالي مثلا 300 سي سي. لو انا حطيت 300 سي سي او حطيت اكتر عشان ادي فرصه لان في جزء حوالي من 20 ل 30% من الدهون اللي احنا بنحقنها دي الجسم بتكون نوت فايبل وما بتعيش بتموت. فانا عشان احقن اوفر كوركشن في مره واحده الدهون دي كلها هتموت. يعني اللي انا عايز اوصله ان احنا نعمل رفع سوري تكبير للثدي بحقن الدهون لازم نعمله على مراحل. الحاجه الاهم من كده ان انا لازم اكون بعمله بطريقه فيها حرفية جدا عشان ما يحصلش كلكعة. يعني ايه ما كلكعة؟ الدهون لما تبقى جلوبيولز كبيرة كده وبتبقى كلاسترز في بعضيها بتبتدي الدهون الخارجية تعيش، الدهون الداخلية دي مفيش غذاء ده ما يوصلها بتبتدي تموت. لما الدهون تموت بيحصل حاجتين مهمين جدا بيأثروا على العملية. الحاجة الأولانية أي ديد تيشوز في جسمنا بتيجي خلايا معينة في الدم الماكروفيجز دي بتروح تاكل، عارف الأمن المركزي؟ أيوة طبعا. بيروح ياكل كل حد الصحي والميت، فبتروح هي دي من الحاجات. بيقول لك الدهون راحت كلها يا دكتور، راحت ليه؟ يا اما حصل ان في جزء من الخلايا اللي انا زرعتها دي ماتت بالظبط، فبتبتدي الجسم ياكل كله صحي والميت، او وانا بحقنها حصل شويه نزف. النزف ده برضو من الحاجات اللي بتؤدي لحدوث ان الـ 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 الدهون اللي اتحقنت دي ما بتبقاش اكسبتد او ما تقبلش. فهي موضوع زي ما هو ليه مميزات ليه عيوب، ما ينفعش يتعمل روتين في كل الحالات. في ناس بيبقى عندها سقوط كمان مش بس صغر في الحجم، فانا هنا ما ينفعش لو انا جيت الانفلوب ده اوريدي ساقط، النبلز ساقطه، لو انا مليت هتفضل ساقطه. فهنا بنقول للمريض لو سمحت ما تدخلش في راي الطبيب، خلي الطبيب يختار لك المناسب. الاثنين كويسين، الاثنين ليهم سايد افكتس، الاثنين ليهم مميزات، فاحنا بنختار الانسب لحضرتك عشان تاخدي نتيجه كويسه. في هذا اللقاء الممتع مش عايز نسيب حاجه، فعايزين نبقى ايه لان في حاجتين مهمين لسه فاضلين. رفع الثدي ده مهم قبل ما نروح للتثدي عند الرجال، هظلم دايما الرجل. لا هتسيب له حته كده في الاخر. يعني رغم ان دي موضوع مهم لكن خلينا نقول للرفع. الرفع ده موضوع تخيلي، ما فيش حشوات، مفيش ادوات، انت بترفع بس، انت بتعمل انا هنا بشيل الجلد بس بالظبط. يعني انا بعمل ايه؟ زي ما تكون البدله دي وسعت عليا فانا بضيقها ان انا ما بخشش جواها، انا جاست ان انا بشيل كميه الجلد الزياده. هنا بيكون الثدي حصل له ترهل بس حجمه كويس. فهنا احنا قدامنا حاجه من اتنين، يعني نرفع الجلد بس على نفس شكل الثدي، او نعمل حاجه جميله جدا دي من الحاجات اللي ما يعرفهاش برضو الناس، ان احنا نعمل حاجه اسمها اوتو اوجمنتيشن او تكبير ذاتي. يعني ايه تكبير ذاتي؟ ساعات الست لما صدرها بيسقط بيبقى عريض
عرض الثدي ده نتيجة ان هو فقد كمية من الدهون اللي فيه. فلما اجي اعمل له رفع لازم احافظ على الشكل المخروطي للثدي. عشان احافظ على الشكل ده فانا بجيب انسجة الثدي ببتدي المها بطريقة معينة تدي البروز والمخروطية الشكل بتاع الثدي. ده اسمه الاوتو اوجمنتيشن، بعملها تكبير ذاتي بدهونها او ب شكل او حجم الثدي الطبيعي بتاعها. فانا لما اجي اعمل رفع، لما انا اعمل رفع فقط ان انا استأصل الجلد لو الشكل والحجم كويس، مش محتاج ان انا اعمل اللفة الانسجة عشان ادي الشكل المخروطي، او اضطر ان انا ارفع الثدي عن طريق ان انا اشيل الجلد وبرضو ابتدي احرك انسجة الثدي عشان تدينا شكل المخروطي بتاع الثدي. اروح بقى للتثدي عند الرجال. المشكلة اللي الراجل ممكن يعني بسببها ما يتجوزش، تيشيرتات، ما ينزلش حمام السباحة، يبقى عنده عدم ثقة في نفسه. عايز اقول لك الموضوع ده زاد جداً جداً عشان جداً 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 عشان الاكل اللي فيه هرمونات بالظبط. وابتدى شريحة كبيرة جداً من الشباب يهتموا بهذه الموضوع، حتى الشباب الاسلامي الرفيع. يعني الموضوع دلوقتي ما بدوش ان انا بعالج سمنة او ترهل في الثدي او حكبر حجم الثدي، لا، في شباب بيبقوا حتى من الشباب الرياضي حصل في مرحلة البلوغ شوية لخبطة في الهرمونات أدت إلى تضخم الغدة، وغدة الرجل دي ملهاش أي وظيفة خالص. وانس إن ابتدى يحصل البلوغ لو حصل أي تغيرات زادت في حجمها هنا لازم نتدخل فيها. العملية دي بسيطة جدا على فكرة، ممكن نعملها لوحدها وممكن نعمل معها نوع من أنواع الشفط عشان أو النحت عشان نبرز العضلة كمان. العمليه لو انا بس جاست هعمل استئصال الغده دي، احنا بنعمل جرح اسمه سمايل فيس جوه الهاله، مفيش حاجه من بره خالص، جوه الهاله بنعمل جرح نصف دائري بنبتدي من خلاله نستأصل جزء الغده الموجود. ولو كمان حبينا نعمل للديفينيشن لشكل الثدي وشكل العضله ممكن كمان نعمل شفط بطريقه معينه عشان نرسم شكل العضله. فهو بيستفاد حاجتين، البروز الهرنيشن بتاع الجلاند ده بنشيله من فتح صغير خالص ما بيبانش، زائد ان احنا كمان بنعمل رسمه الثدي ورسمه العضله، وكل ده بنج مواضيع على فكره. يعني دي من الحاجات برضه عمليه جميله، عمليه لذيذه وبسيطه، الاستشفاء بتاعها سريع، النتيجه بتاعتها بتبقى مبهره وبتخلي في ثقه في النفس عاليه جدا عند الرجال. طبعا هنا الصور بقى ما فيهاش مشاكل. دي الرسمه دي بنحدد فيها احنا كده، كان عملنا في الحاله دي مش بس عملنا صدر، لا احنا عملنا البطن كمان. وشوف ده الاستشفاء ده في خلال 5 دايز من العمليه. العضله بانت، شكل الصدري خلاص، الهرنيشن اللي في الجلاند خلص. يعني الموضوع بيدي حتى سيلف يعني ثقه في النفس مع الاشخاص اللي عندهم هذه الحاله من التثدي الرجلي. دي درجه اكبر، ودي برضه في سليم. انت جايب لنا حالات حلوه قوي انها معظمهم مش تخان. عشان كده بقول لك الموضوع ما بقاش يعني مقتصر غريبة فقط على السمن. على فكره ده كلام محترم ومهم جدا جدا جدا، لانه كان يعتقد انها مرتبطه بالسمنه. لا لا خلاص، الموضوع هنا بقى هنا في موضوع كبير شويه هنا. حصل تسدي وترهل كمان، وبقى في كبر في حجم الهاله، بقى في ان الهاله نفسها كانت اوطى بكتير قوي او نازله سقوط كتير قوي. هنا بنضطر نعمل استئصال للغده ورفع للثدي بنفس طريقه الثدي السيدات، بس برضو في الرجاله طبعا الجروح بتبقى ابسط شويه لان القياسات او المسافات بتبقى مختلفه شويه عن الست. هنا المساله اكبر بكتير. هنا برضو من الحاجات اللي هي عملنا جرح دائري فقط، ما اضطرناش نعمل الجرح الطولي، وده كان بناء على رغبه المريض. عملنا الهاي ديفينيشن الشفط، وبعد كده في نفس الوقت بنعمل البنيلي اللي هو الشد الدائري للجلد بتاع الثدي. هنا ايوه دي طبعا الرجاله احنا بنعرضهم براحتنا، الرجاله مفيش مشكله. دي التحضيرات للعمليه، رسومات عشان تبين هي مش المساله بسيطه، مش عمليه سهله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اي عمليه تجميل الرسم فيها تقعد. الرسم فيها اهم من العمليه. عارف الترزي اللي بيعمل باترونه، وبالذات في مساله الثدي ده بالذات من الحاجات ان انا لازم ارسمها كويس قوي. يعني ممكن الرسمه بس تاخد لها اكتر من 40-45 دقيقه عشان اظبط بالظبط انا هشيل من هنا قد ايه ومن هنا قد ايه، هرفع هنا قد ايه وارفع هنا، لان دايما في اسيمتري، مفيش نص جسم شبه التاني بالظبط حتى في نفس الشخص. الحقيقه دايما موضوع الثدي معاك بيبقى ممتع للغايه. انت عندك يعني دايما جديد، وعندك توصيفات مهمه جدا للثدي بتشرحه بطريقه. احنا مره عملنا محاضره في الدكتور كانت
علميه خالص من سنتين ثلاثه كده، كانت علميه قوي كمان، بس لازم تتفرجوا على الجلوبال. يعني انا في رايي انه اللي عايز يستفيد برضه لازم يتفرج على محاضرات الدكتور عمرو، في اكتر من محاضره في السادي، هيجمع في محاضرات فيها تفصيليات قوي، فيها في محاضرات فيها صور كتير اكتر من كده، في طبعا يعني صور احنا ما بنظهرش دلوقتي، يعني احنا ملتزمين قوي دلوقتي بنظهر، وده حاجه كويسه برضو عندك ان انت عامل ارشيف للحلقات المجمعه، وبتبقى كلها بنختار ان هي كل واحد هو عايز يشوف حاجه معينه، توبيك معين، بروجكت معين، فدي برضو من الحاجات الكويسه. انت نورتنا حبيبي، سلام. كالعاده ابدع في وصفه مهمه علميه جراحيه نفسيه كمان تقديريه، هامه جدا لمن يعاني، لانه زي ما قلت الست عندما تعاني من مشكله في السد هي في مشكله نفسيه كبيره، الرجل يفقد ثقته ويكون في مشكله نفسيه كبيره. ارجوكم العائلات اللي عندهم افراد بنات واولاد عندهم هذه المشكله لا يقللوا من حجمها ولا يتعاملوا معها بنوع من اما الاستهتار او الاخفاء، لا ما عندناش مشكله، لا عندكم مشكله، والمشكله علميا لها حل مهم جدا، ولكن نفهم هنعمل ايه وعند مين، ده كلام مهم جدا. ضيف العزيز سوبر ستار جراحة تجميل التقول الاستاذ دكتور عمرو النجاري، نورتنا دكتور عمرو. الله يكرمك. والفيست مكسر تروح اوروبا تيجي من غير فيست ليا، من غير فيستات حبيبي، انت وحبيبك صاحبك واخد بالك، انتوا الاثنين بتسافروا وتحضروا المؤتمرات وتجيب انت الفيست وهو ما اعرفش بيجيب مكسرات كفايه، لا لا حد بيجيب لي مكسرات ولا فيستات. مش شاكرين يا دكتور عمرو، خليكم بعد اسف حلو. دراسة السنان ورسمة الأسنان دي بتنم عن سلوكيات البني آدم اللي قدامنا. التشخيص السليم، التكنولوجيا فيه شرط أساسي وركن ركين. بيهتم بأناقته، مفيش حد بيبقى أنيق وأسنانه بايظة. هو مش شكل بس، انا عايز شكله وفانكشن وكل حاجه. من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحه؟ الضب بسبب العض ده لازم جراحه. الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان. اهلا بكم. لا تستهينوا ابدا بمشاكل الاسنان، لا تستهينوا بتاثيرها على النفس البشريه وكم عدم الثقه، كم او كبر حجم العقده النفسيه اللي بتبقى عند الناس دي. الناس دي يا جماعه ممكن جدا تلاقيها وما بتقولش على فكره، يعني عندهم مشاكل في اسنانهم نادرا ما بيحكوا عن هذه المشاكل حتى لاقرب الناس ليهم، يمكن غير اي مشكله ثانيه. يعني اللي عندها مثلا مشكله في مناخيرها تلاقيها بتحكي لانها مش تقدر، لكن اللي عندهم مشاكل في سنهم تلاقيهم لهم وضع خاص كده، وبرضه اللي عندهم مشاكل ثانيه تجميليه. لكن الاسنان تلاقيه اولا منطوي، مش عايز يخرج، مش عايز يقابل حد، له تعبيرات قد تسيء فهمه، يعني تلاقيه ساكت مش عايز يتكلم، وفي الضحك بيمسك نفسه من الضحك لدرجه ان انت ممكن لو قابلته تقول ده متجهم، ده دمه مش خفيف، ده أنا بحاول أتبسط معاه وأفتح معاه حوار وهو مش عايز يضحك خالص أو مش عايز تضحك خالص، وتطلع المشكلة في السنان. يطلع إن هي خايفة تضحك عشان سنانها ما تبانش، خايف يضحك عشان يبان لون سنانه اللي هو مش حابه أو شكل سنانه اللي هو كارهه. كل ده على فكرة حلوله دلوقتي في عالم الأسنان الحديث بقى سهل، لكن برضو ما زل عندي مشكلة تانية. أنا قلت إن شهر مارس هنهدم فيه مقولة، كل شهر كده هنهدم مقولة، شهر مارس هنهدم فيه اللي جاي إن شاء الله، هنهدم فيه مقولة اسمها أنا ما بحبش الدكاترة. الجملة دي لازم تختفي من الثقافة المصرية، ولازم اللي يقولها يتهم بإنه يعني مش دقيق، مش عادل، مش فير. خلينا نروح النهاردة ونسأل ضيف العزيز عن كلمة أنا ما بحبش الدكاترة، بس خلينا نروح
لضيفي القيمة العلمية المتميزة والحضور الرائع الحقيقة وكاريزما خاصة وعمل كمهرية في زمن قياسي، أستاذ الدكتور كريم مجاري. أهلا بك يا دكتور كريم. أهلا وسهلا يا دكتور. منور الحقيقة. حقيقة أنا أولا أحييك على هذه الجماهيرية الرائعة على طب الأسنان اللي سريعا ما خلقتها من الناس الحلوة. ربنا يخليك. لكن أنا ما بحبش الدكاترة، بتضايقك؟ يعني هي بتدينا فكرة ان الناس لسه مش فاهمة الدنيا ماشية ازاي. التكنولوجيا الحديثة سهلت الدنيا، خلت مفيش حاجة اسمها ألم، مفيش حاجة اسمها وقت طويل اروح للدكتور واجي، مفيش حاجة اسمها مستحيل، فالدنيا فالكلمة دي ما بقتش موجودة. طيب خلاص تعال نروح نشوف، ما كانتش موجودة بس اكيد التكنولوجيا النهاردة تفرض دورها، بما ان الدكتور كريم من عشاق التكنولوجيا فهنروح للأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ في السنوات الأخيرة التطور الكبير في حجم التكنولوجيا الخاصة بالأسنان عندكم خلى كلمة إن في مشكلة كبيرة دي كلمة أسطورية، مفيش مشكلة كبيرة. أبيض ولا أسود؟ أبيض طبعا، أبيض جدا. التكنولوجيا الحديثة ادت لنا الأشعة المقطعية على الوجه والفكين. الأشعة المقطعية دي هي أساس التشخيص، عندي تشخيص سليم يعني عندي علاج سليم، يعني عندي نتائج مذهلة. فهي دلوقتي بقت بتخلينا نقدر نقطع الفك إلى أجزاء صغيرة جدا، نقدر نكشف على كل حتة صغيرة، فده في مجال التشخيص. اديت لنا في مجال التركيبات الديجيتال سمايل ديزاين، بقينا نقدر نعمل بعد التحضير ناخد الكلام اللي احنا اشتغلناه ده جوه على كمبيوتر، نقدر نعمل ديزاين لاي تركيبه او اي عدسات هنعملها، وبعد كده في وقت صغير جدا ده يدي اوردر لمكنه اللي بتخرط لنا التركيبات بتاعتنا. ادت لنا الليزر. الليزر ده من الطفرات الحديثه الكبيره جدا. نعمه. نعمه طبعا. نعمه كبيره. الليزر ده خلانا في نو تايم نقدر نشيل تصبغات اللثه، نص ساعه ساعه الا ربع ما يبقاش فيه تصبغات للثه. ساعدنا في عمليات الزراعه، نقدر نفتح الفلاب بيه ونحط الزراعية، كل ده في وقت صغير جدا. الليزر ده عالج لنا اللثة، عالج لنا الابتسامة اللثوية. ليزر طفرة كبيرة جدا في عالم الأسنان. الإجراءات التجميلية دي كلمة مجعلصة، إجراءات تجميلية تتوقف على كل حالة حسب احتياجها لتجميل الأسنان. أبيض طبعا، أهم حاجة التشخيص. إحنا شخصنا، عندنا دلوقتي سنان كلها مرصوصة وشكلها كويس، لو عملنا لها شوية تبييض هتبقى دي هتجمل لنا السنان. لو حطينا لها عدسات تحافظ لنا على اللون بتاعها، هي مرصوصه شكلها مثلا مش مظبط شويه، اللون بتاعها مش مظبط، حطينا عدسات هتوصل لنا لاحسن نتيجه. لو سنان معوجه شويه، لو عملنا شويه تقويم الدنيا كلها هتتظبط. لو احنا عملنا تحضير خفيف وبدانا نركب تركيبات ثابته زي ما احنا شايفين هنا اهو، هنعالج شكل السنان وناخد الرصه اللي احنا عايزينها. لو احنا عندنا اللثه بتظهر بشكل كبير في الابتسامة، نبدأ نعالج اللثة عن طريق الليزر ونقلل حجم اللثة في الابتسامة. كل ده عشان نوصل للتجميل والنتيجة النهائية الجميلة. سؤال مهم جدا القادم برضو عن التقويم. التقويم يحدد شكل الأسنان إذا تم تركيبه لطفل في العاشرة من عمره. الكلام ده أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ خلينا نقول عليه رمادي. التقويم بالشكل المتعارف عليه اللي الناس فاهماه، اللي هو السلك اللي هو اللي موجود ده، ما ينفعش نحطه عن سن 10 سنين، احنا كده كده بنبدا نحطه من سن 13 سنه، ليه؟ يكون السنان كلها طلعت، لان انا لو حطيته قبل كده هبدا اضايق الفك ان هو يتوسع ويكبر، وفي نفس الوقت هضايق الاسنان، ممكن احرك الاسنان اخليها تقفل على اسنان ثانيه، فانا بعمله على سن 13. طيب ايه اللي انا بعمله قبل كده؟ لو فرضنا ان الطفل ده فقد سنه لسبب او اخر بدري عن ميعادها، لو انا سبت الوضع كده زي ما هو هتبدا السنان تقفل على مكان السن اللي هتطلع بعد كده. ببدا استخدم لها حاجه اسمها حافظ مكان. حافظ مكان ده افضل محافظ على المكان ده لحد ما السنه تطلع في الحته بتاعتها. ده نوع من انواع التقويم. لو انا لقيت الفك التحتاني بيطول او بينمو بشكل زياده عن الفك الفوقاني، هنوصل لحاجه اسمها كلاس 3 ريليشن ما بين الفكين، ان هو الفك التحتاني يبقى مغطي السنان بتاعت الفك الفوقاني. طب اعمل ايه ساعتها؟ بضطر ان انا لازم اتدخل قبل السن ده، ان انا اعمل زي تثبيت او اوقف نمو الفك التحتاني عن طريق حاجه اسمها هيد جير. حاجه بتثبت هنا اهو كده اهو، بتبقى ماسكه في الراس، تثبت الفك التحتاني وتدي فرصه للفك الفوقاني ان هو يكبر ويغطي الفك التحتاني. ففي الحاله دي بنشتغل برضو قبل سن ال 13 سنه. زراعه الاسنان هي
افضل الحلول لاي انسان فاقد سنانه. ده ابيض جدا طبعا. ابيض جدا. زراعه الاسنان هي الحصان الاسود. وليه اسود؟ حصان ابيض. حصان ابيض. لا يعني بقى واضح دلوقتي ان الزراعه هي يعني برضو الجالسه على العرش. في المشكله ان احنا لما بنخلع اي سنه لو احنا ما عوضناهاش باي زرعه بيبدا العض يكش. فيبدا السنان يتغير الثبات بتاعها. ده تبدا السنان كلها تميل ان هي تسد المنطقه الفاضيه. تبدا اللي قبليها تخش عليها واللي بعديها تخش عليها، السنه اللي قصادها تحاول تنزل عليها. تبدا الدنيا كلها تبوظ. وده بيخلينا نبدا بعد كده ناكل بطريقه مش مظبوطه. من خارجيا بقى كشان العظم ده بيبدا يغير في الشكل الخارجي للبني ادم. يبدا يعمل التجاعيد، يبدا يعمل العجز. اللي بيفقد سنانه بدري بيبدا يعجز بدري. يجي بقى الزرع، الزرع يخش هنا اهو يحافظ على شكل العظم زي ما هو، ما عنديش اي مشاكل. نعوض السنه وكل السنان بتفضل مرصوصه زي ما احنا شفنا في الـ في الـ في اللي فاتت دي. السنان كلها دخلت على الحته الفاضيه. هنا احنا عوضنا السنان اللي ناقصه بالزرع واكن مفيش اي حاجه خالص طبيعيه. واضح انتوا حطيتوا حاجه كمان فوق ولا هي تبليط؟ لا هي دي بس فتحنا السنان شويه وحطينا الزرعتين اللي في الحته الفاضيه، بقت السنان ولا اكن في اي مشاكل خالص. هو على فكره الكاميرات لما بتقرب ممكن تصور السنه تبان اطول شويه، لكن هي السنه مش بالطول ده. لا طبعا. يعني التصوير من قرب بيدي بيكشر طويله شويه. خلينا نروح لسؤال تاني مهم جدا جدا. زراعه الاسنان الحديثه والطريقه الحديثه الان في زراعه الاسنان والتكنولوجيا تخلي الانسان ممكن ينسى حتى مكان سنته المزروعه فيه. ابيض. ابيض جدا طبعا. دلوقتي بقت معالجه السطح بتاعه الزرعات عاليه جدا، بتحفز العظم ان هو يبني على الزرعات. فمجرد ما بيبني العظم على الزرعات، يعني احنا ساعات بعد ما نيجي نفتح، احنا بنسيب الزرعات 7 أسابيع دلوقتي، بعد ما بنيجي نفتح بنلاقي ان احنا الزرعات غطت كلها بالعظم، نبدا نشيل شويه عظم عشان نوصل للزرعايه. اوكي. فده بيخلي الثبات بتاع الزرعايه عالي جدا. بيخلي الاساس بتاعي اللي انا ببني عليه السنان بعد كده عالي جدا. فمجرد ما بنبدا نحمل عليها بيبدا المريض يتعامل وياكل عليها من غير اي مشاكل. هنا احنا عندنا سنه اماميه حطينا الزرعايه فيها، الراجل ده دلوقتي بيقدر ياكل تفاح عادي، يقدر ياكل اي حاجه يقطم باسنانه ومفيش اي مشاكل خالص، وبينسى طبعا ان هو حط اي حاجه. طيب السؤال الجاي ده سؤال مهم قوي. كتير من الناس فاهمه ان زراعه الاسنان بتحتاج الى شق جراحي كبير، شق جراحي كبير ممكن جدا يصل الى مساحه كبيره. الكلام ده ابيض ولا اسود؟ اسود طبعا. اسود طبعا. هنا التكنولوجيا بيجي دورها. بتقول انا اهو الليزر. الليزر مع الدليل الجراحي دلوقتي احنا بنقدر نفتح فتحه ما تعديش ال 5 مللي، نشتغل منها كل حاجه زي ما احنا شايفين هنا. ده الليزر داخل جوه الفتحه بتاعه الدليل الجراحي. الدليل الجراحي ده بيقول لنا بالظبط احنا هنحط الزرعيه فين بدقه متناهيه. هنا الحته دي فيها احسن عظم نحط فيه الزرعيه واحسن شكل نقدر بعد كده التركيبه هتكون فيه. فزي ما احنا شايفين الليزر بيفتح فتحه صغيره خالص، مفيش اي مشرط ولا اي حاجه، تبدا تشتغل الزرعايه من الفتحه بتاعه الدليل الجراحي وتحط زرعتك بعد كده من غير اي مشاكل. القصه دي كلها بتاخد ربع ساعه على فكره. يعني احنا دلوقتي الزرعايه ربع ساعه ده كفايه جدا بالنسبه لها. لان ده كده ربع ساعه ده تبقى طولت معايا. بالظبط كده. بالهزار بالكلمتين. بالظبط. طيب خلينا نروح طيب للجزء المثير جدا النهارده. والنهارده انا مجهز لك يعني زي ما بقول قضايا كبيره، قضايا حلوه كده. قضايا لانه فعلا عالم الاسنان غريب في مصر، في اداء رائع جدا ونتائج مبهره جدا وانت واحد منهم طبعا، وفي حاجات بنشوفها كوارث. في مصايب طبعا. في مصايب. دي مشكله ان مفيش تخصص. دي مشكله الدكتور الواحد اللي هو بيحشي وبيخلع وبيعمل علاج عصب وبيجمل السنان وبيعمل علاج لسة وبيزرق. مفيش حد بيعمل كل حاجه. في حد يدور الدنيا، حد يوزع المهام، حد يعمل المراحل بتاعه العلاج. محدش بيعمل كل حاجه. فكرني باعلان حلو قوي لنجم برشلونه انه بيلعب الكوره واقف حيطه. بالظبط بالظبط. عارف الاعلان ده؟ ايوه. وبيصور وبيشجع وبيشجع في التلفزيون. صح. يعني يعني فهو كل حاجه مع بعض. ما ينفعش. مفيش. طيب خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، ام بريء؟
الأم والأب اللي عندهم ابن عنده تباعد وفراغات كبيرة بين سنانه ومش عايزين يعملوا تقويم لطفلهم لأنهم شايفين أنه صغير لسه ما كبرش، دول والله يعني متهم ولا جناة ولا براءة يعني؟ يعني هي متهمة بعدم الفهم. يعني بس نفهمهم. نفهمهم بس كده. المشكلة ان انا دلوقتي هي الام او الاب لما بيلاقي فيه فراغات ما بين سنان الطفل، هي مش مشكلة شكل بس، هي مشكلة فانكشن كمان، مشكلة هل اداء الاسنان دي هيكون مظبوط ولا لا. طب ايه اللي هيحصل في الاسنان؟ ايه النتائج اللي هتنتج عنها فراغات اللي ما بين الاسنان دي؟ مبدئيا كل ما بيعدي الوقت خلينا نقول ان العظم بيبدا يقفل، فالتقويم بيصعب كل شويه وبياخد وقت اطول. طيب ايه المشاكل اللي هي هتواجهني ان انا اسيب الحاله دي زي ما هي؟ هيبدا في المضغ والاكل وقطن الماكولات، يبدا الاكل ينزل زي السكاكين ما بين السنان دي، يبدا يعمل جيوب، الجيوب دي بعد كده تعبي بكتيريا، البكتيريا دي تبدا تاكل في العظم اللي حوالين السنان، تبدا العظم ده ينكمش وياكل نفسه، فتبدا السنان دي تتلخلخ، ممكن يخسر سنانه في وقت بدري جدا. طيب ليه كل ده؟ طيب لما باجي اقطم الضغطه كلها بتتحمل على سنه بذاتها، بينما لما السنان بتبقى مرصوصه بيبدا الاكل يتحمل على السنان كلها، فطبعا برضو بحمل على السنان اكتر، الاكل اللي بينزل ما بين السنان ده بيبدا يتعفن، يبدا يسوس السنان دي، يبدا يضيلي عليها من غير سبب كل ده. يعني مجرد ما انا شفت ابني سنانه مش مظبوطه، لا اروح للمتخصص اللي هو هيظبط لي الدنيا دي عشان ما يحصليش المشاكل دي كلها. طيب السؤال الجاي ده مهم جدا، مريض عنده سنه مفقوده ومش عايز يزرعها، مش عايز يعمل لها اي حاجه، اتركها كما هي. والله شفت ناس كتير كده، وللاسف معظم الناس، انا دايما الوم اللي معاهم فلوس، يعني دايما اللي معاهوش فلوس انا بشوف ان هو يعني لازم احنا كلنا نقف جنبه. لكن في ناس معاها فلوس كتير قوي بيصرفوا في حاجات تافهه جدا، وتلاقي سنه مكسوره او سنه مش موجوده، وراجل بيبحث فلوسه في الهبل. ده مش في الهبل، دي مشكله كبيره، ومش عارف ايه، ويصرف على بنات، عبيط، مشكله كبيره دي، منتال يعني، ده مشكله ضخمه جدا جدا، انه مش عايز يصرف على نفسه. المشكله طبعا طبعا بجاني على نفسه. المشكله ان هو لو هو فكر شويه، احنا عندنا دراسات قالت ان الراجل اللي هو اسنانه مرصوصه كلها اللي شكلها حلو ده بيزيد الجاذبيه بتاعته بنسبه 20%، واللي بيخسر سنه وما يعوضهاش بيكبر لمده 5 سنين. في سمعتها من كذا حد، لكن البنت بتبص لحاجتين في الراجل، حاجتين مهمين قوي، اسنانه وجزمته. هي لطيف جدا. السنان هي بتاخد خبره عن نظافه طبعا، دي اهم حاجه، اهم حاجه انت مهتم بنفسك ولا لا، والجزمه شياكه بالظبط كده، لانه شياكه الراجل يعني من بقى يعني لو لابس جزمه وحشه احتمال مستحيل يبقى شيك. صح، مستحيل الوصول على انسان شيك. صح. صح، المشكله ان هو قاعد يصرف في الحتة الثانيه وسايب صحته. طب ايه اللي هيحصل؟ طب انت دلوقتي انت مهتم بالحاجات الثانيه دي عشان جاذبيتك واناقتك والكلام ده، طب سايب سنانك ليه؟ ماشي، المشكله ان العظم هيبدا يكش في الحته دي، يبدا هو سنه يكبر واحده واحده، يبدا يحصل له مشكله في مخارج الالفاظ، يبدا اساسا مش عارف يتكلم عشان شكله وحش. طب ليه يسيب الكلام ده كله؟ طيب جاي لحته مهمه قوي فنيه بقى، دي بتاعتكم انتوا في المعمل يعني. من يقوم ببرد الاسنان بكميه كبيره جدا عشان يركب فينير؟ ده مجرم. ده مجرم، خلينا نقول عليه ان هو جاني ومجرم وكل حاجه. ده مجرم، هنضيفها دي معلش، ضيفوا لنا مجرم بين قوسين عتيد انا باكل في السنان بكميه كبيره ليه؟ انا اساسا عندي العدسه الخزفيه او الفينير او القشره الخزفيه دي، سماكه بتاعتها ما بتعديش النص ملي، نص ملي ده يعني ورقه سيجاره. طيب انا اكلت في السنان، يعني انا قربت من العصب، يعني انا شلت طبقات السنه السليمه اللي بتحميها، سبحان الله ربنا عامل لنا حاجه عشان تحافظ على العصب اللي جوه. طب انا بشيل الحاجه دي ليه وانا مش محتاجها؟ فطبعا ده مجرم ان هو شال حاجه مش محتاج ان هو يشيلها. ما ينفعش حد يقول لك تعالى اشيل لك دراعك واركب لك بداله، لا لازم اشتغل مظبوط، انا محتاج لكذا السماكه الفلانيه، هشتغل على قد السماكه الفلانيه عشان اطول في عمر السن. زي ما احنا شايفين شغل الفينيرز بيعوض بشكل كبير قوي اي اجزاء من السنه مكسوره زي هنا اهو، بيجمل شكلها بشكل كبير جدا، دي الباور اوف فينيرز، دي قوه الفينيرز. انا اخدت منك الحكايه دي، باور اوف فينيرز، الطب كله دلوقتي ده باور اوف
زي ما بيقولوا باور اوف لاف، لا باور اوف فينير، باور اوف ووتر، باور اوف بناصير. اهم حاجه صغيره تعمل لي اكشن كبير، تعمل لي نتيجه عاليه جدا، لازم اقول الباور بتاعتها. هروح للجزء الثالث. انت ابدعت في الجزء اللي فات ده بصراحه، يعني كان حاد، انا متعود معاك انك انت حاد جدا، انت قلت لي نقفل له العياده يعني ما اتقالتش دي قبل كده. خلينا نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ التركيبات الغير ثابته اللي بنلجأ ليها بسن صغير ممكن تؤثر على شكل السن الطبيعي. طبيعي جدا. ده يقين. ده يقين. احنا بنستخدم التركيبات المتحركه في نطاق صغير جدا، هحكيهولك، هقول لك ايه عليه في الاخر. طيب هي بتعمل ايه التركيبات المتحركه دي اللي هي خصوصا الجزئيه دلوقتي؟ دي بتركب بمشابك في السنان اللي حواليها. طيب لما بيحصل عمليه المضغ بيبدا المشابك دي تتحرك، تبدا تعمل زي لخلخه للسنان، نفس الحركه اللي احنا بنخلع بيها السنه تبدا تعمل لها كده اهو، فاهم؟ فالسنه بعد فتره بتلخلخ، دي المشكله الاولانيه اللي بتواجهنا. تاني حاجه المشبك ده برضو بيبدا ياكل في سطح السنه، بياكل في سطح السنه بيخليها عرضه اكتر ان هي تسوس، بيخليها بعد فتره ممكن تتكسر منه، فادي تاني مشكله. المشكله الثالثه ان انا العظم تحتيها بيبدا يكش، العظم كش عندي، يعني المشكله اللي احنا هنقولها اللي هي مشكله ان مفيش زراعه، الوش هيبدا يصغر، هيبدا يكبر في السن، يبدا العظم يكش، العظم نفسه يقل يصغر، الوش يطبق، عضلاتنا مشدوده على العظم بالحجم ده، العظم كش، العضلات هتكرمش. مظبوط كده اهو. فطبعا مشكله كبيره قوي ان انا استخدم التركيبات الجزئيه المتحركه. طب امتى انا بستخدم التركيبات المتحركه؟ يعني ايه النطاق اللي انا ممكن اعمله؟ لو انا عندي الفك العظم اللي فيه مش مظبوط او قليل او ضعيف، فببدا وما فيش اسنان خالص ببدا اعمل حاجه اسمها اوفر دنشر، ببدا اعمل اربع زرعات اماميه في عظم، في حته عظمها كويس، واجيب طقم متحرك بيمسك في الزرعات دي، يبقى كانه ثابت بس مش ثابت قوي، يعني اقدر افكه وانضفه وارجعه تاني مكانه، بيديني ستابيليتي وثبات اعلى من الاطقم المتحركه العاديه. طب ايد السنان بيعمل على ازاله الجير الموجود بالاسنان؟ لا ده في هنا اختلاط كبير قوي. لا ده طبعا وهم طبعا. في الناس بتتلخبط ما بين تنظيف الجير والتلميع والتبييض. تنظيف الجير ايه هو الجير الاول؟ هو ترسبات كلسيه بتيجي من اللعاب بتنزل على السنان نتيجه قله الغسيل، بتبدا تنشف وتعمل لنا الجير. الجير ده فيه بكتيريا، البكتيريا دي بتعمل لنا التهابات في اللثه وبتعمل لنا تاكل في العظم اللي حوالين السنان، ممكن تؤدي بعد كده ان السنان دي تتلخلخ، فلازم نشيلها. في حاجه اسمها تلميع الاسنان، دي بيبقى فيه صبغات خارجيه خالص للسنه، مجرد في فرشه معينه بنستخدمها مع معجون معين بنبدا ننظف بيها ونلمع بيها السنه. التبييض ده بقى قصه ثانيه خالص. ده هو ان احنا بنبدا نفتح مسام السنه وندخل مواد معينه بتبوند او بتتحد مع الصبغات الداخليه للسنه. بوند دي جايه من رابطه، رابطه بالظبط. بوند دي ده لغه بتاعتها بالظبط كده. بوند بتتحد مع الصبغات الداخليه، وبعدين يجي الليزر هو اللي بياكتيفيت العمليه دي كلها، يخرج بعد نص ساعه اسنانه كلها بيضاء. في مرضى معتقدين ان بعد الزراعه ما ينفعش المضغ بشكل جيد على الحته المزروعه. لا طبعا الزراعه، الكلام ده طبعا وهم. الزراعه المظبوطه تخلينا السنه المتعوضه هي سنه طبيعيه، عندنا عظم كامل حواليها، لازم مقاساتنا تبقى مظبوطه وعلاقاتها مع الفك اللي قصادها مظبوطه، فهيقدر ياكل بطريقه طبيعيه جدا ومفيش اي مشاكل خالص. الفينير من 5 لـ7 سنين ده اخره؟ لا طبعا انا مش موافق، ده وهم جدا. هو ده يعني لو حد بيقول كده فهو مش واثق في الشغل اللي هو قدمه عامل ازاي. الفينيرز دي ممكن تقعد 15 20 25 سنه لو شغلها مظبوط، لو هي اتوضبت صح، لو اتلزقت مظبوط، لو هي الحدود بتاعتها مظبوطه هتقعد كل الوقت ده، غير كده مستحيل تقعد وقت. السنان مفتاح الجمال وباب الجمال و يافطة الجمال وعنوان الجمال. أول ما تتعامل مع حد، أول ما بيفتح بقه تبدأ تتسحب جوه، هي الطاقة الإيجابية اللي بتطلع لما السنان تبقى شكلها حلو، الابتسامة حلوة، تحس بالراحة وأنت بتتعامل مع اللي قدامك. الراجل ده بيحط مية نار اللي هي بتاكل الطبقة الخارجية للسنة فتدينا إن السنة بيضة. طب المشكلة في كده إيه؟ مش بس إن أنا حطيت مية نار في بقي، لأ شلت الطبقة اللي هي الجليز اللي هي الطبقة اللي بتحمي السنة.
هذا البرنامج برعاية الحوار سيكون مثير في الابتسامة، لكن أبيض وأسود ورمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ عايز تحصل على ابتسامة مثالية لازم تجمل سنانك، هو ده مفتاح الابتسامة الحلوة. أبيض 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 لو حطينا معاه حتة إن هو الأساس لكن مش الكل. الكادر بتاعنا بتاع الضحكة هنلاقي معظمه أو الجزء الأكبر فيه ابتسامة، السنان، السنان مرصوصة حلو، شكلها حلو، شكلها جميل، مفيش فيها مشاكل ولا حاجة، يبقى احنا كده وصلنا لسبعين في المية. طب اللسة، مقدرش ان انا ابعد عن اللسة، اللسة شكلها حلو ولا لأ، في ضحكة لسوية ولا لأ، في شفايف شكلها حلو ولا لأ، كل الكلام ده بيأثر في الابتسامة. زي ما احنا هنا شايفين فوق مش قادرين نبص للابتسامه، شكلها مش حلو خالص رغم ان الشفايف حلوه، لكن تحت عندنا شكل اسنان حلو ولونها حلو، كل ده بقوه التركيبات الثابته والفينيرز. زي ما احنا شايفين ان الاسنان كلها متاكله، لما ركبنا لها شويه عدسات مع رسم للثه زي ما احنا عاملين ده، ده رسم للثه واخدين شكل القلب فوق، ده بتبقى حاجه تخطف العين واحنا بنتفرج عليها. حاجه نقدر نقول عليها الماركه بتاعتنا، ابتسامة حلوة هي ماركت بتاعة مراكز مكادي. حلوة قوي. عايز أروح لحتة مهمة بسؤال تاني مهم. الابتسامة هي اللي بتشكل نسبة 90% من جمال الناس. موافق جدا موافق جدا. الأبحاث خلي بالك قالت إن اللي ابتسامته كويسة، اللي عنده سنان مرصوصة، اللي شكل الابتسامة بتاعته كويس، شكل اللسة، شكل الشفايف، كل ده بيبقى أتراكتف أو بيبقى جذاب بنسبة 20% أكتر. وإن هو بيصغر في السن في الشكل بنسبة بخمس سنين أكتر من الأسنان ومش كويسة. طيب. فطبعا موافق جدا. سؤالي الجاي عن الفراغات، واحنا ابطال العالم في الفراغات طبعا. يعني مصر اعتقد تاخد الكيسه في الفراغات وبيع الخله. عارف احنا وراء، انا عايز اعمل مصنع خله والله، انا بشجع الناس. المشكله ان هم بطلوا يستخدموا الخله، بيستخدموا حاجات تانية مش كويسه. دبابيس ومسامير وحاجات كده. يعني بيقول لي، يعني بيجي لي مرضى بيقول لي انا بستخدم حاجه كارت او حاجه انضف بيها. طب ليه؟ ليه؟ في كل الميكروبات بتاذي نفسك بالظبط كده. يبدا بعد كده الميكروبات دي تاثر على اللثه، تبدا تاثر في العظم، تاكل في العظم. بتستخدم ساعات العمله الورقيه. ايوه ايوه بيتني العمله الورقيه. حاجه حاجه صعبه جدا. فين الهيجين؟ فين النظافه؟ فين مقاومه البكتيريا اللي داخله جوه بقنا اللي هو مدخل الجسم كله؟ ما ينفعش. العمله الورقيه يا جماعه دي فيها كميه ميكروبات لا تتخيلها، لان كل الايدين بتمسكها. طبعا ما حدش بيغسل العمله الورقيه. صح. يعني ما حدش بينظفها، هيغسلها زي عبوس. مظبوط مظبوط. القشره التجميليه قادره على انها تقفل الفراغات، تجميل الفراغات. طبعا. دون اللجوء الى تقويم، دون اللجوء الى تقويم. الحاجه دي محتاجه بقى نفهمها منك. ابيض ابيض وموافق جدا. احنا مجرد القشره التجميليه دي هي تعويض للاجزاء الناقصه من السنه، مش للسنان الناقصه، الاجزاء الناقصه من السنه. عندنا فراغات نقدر نبدا ناخد لها مقاسات، ناخدها على الكمبيوتر بعد كده نبدا نعمل لها زي الديزاين لشكل ابتسامه حلو. زي ما احنا شايفين هنا العدسات او العدسات الخزفيه او الفينيرز عوضت لنا السبيسنج بتاع السنان مع ديزاين شكله حلو للسنه، السنه نفسها شكلها حلو، بيتعمل لها الديزاينر بتاع، في حاجه اسمها ديزاينر، هو اللي بيعمل ديزاين للكلام ده على الكمبيوتر، يبدا يشوف الشكل المناسب للوش عشان يعمل بيه ديزاين العدسه نفسها. هنا نفس الكلام، عوضنا الفراغات بتاعت السنه بعدسات، بقى شكل السنان جميل جدا ومفيش اي مشاكل خالص ولا في فروقات خالص. هي عوضت، هي دي الباور اوف فينيرز زي ما احنا قلنا قبل كده. قوه جميله قوي كلمه باور، قوه العدسات، قوه الفينيرز. والميزه كمان فيها خلي بالك، هي بتحتاج تحضير خفيف خالص، لان هي سمكتها اساسا 4 من 10 مليمتر. مليمتر يعني ارفع من ورقه السيجاره، حاجه رفيعه خالص. عارفين الملي؟ الملي اللي هو الشرطه الصغيره في المسطره بالظبط، هو اقل من النص بتاعها. يعني هي راق صغير 4 من 10، قول نص الشرطه دي، اقل سنه كمان، اقل من نص الشرطه. حلو جميل قوي. طيب السؤال الجاي ده مهم جدا،
عايز تعمل زراعة لازم تعمل أشعة مقطعية قبل ما تعمل الزراعة، لأنه ما فيش نجاح للزراعة من غير أشعة مقطعية. موافق جدا. ده أبيض بشدة. أبيض وبشدة جدا. التكنولوجيا الحديثة جابت لنا الأشعة المقطعية على الوجه والفكين. الأشعة المقطعية دي بتعمل إيه؟ دي زي مكنة تقطيع اللانشون، بتقطع لنا كل حتة لرئات رفيعة خالص، تقول لنا العظم هنا عامل إزاي، طب ارتفاعه عامل إزاي، السماكة بتاعته عاملة إزاي، الكثافة بتاعت العظم ده عاملة إزاي. إذا أنا أقدر أحط زراعية هنا شكلها عامل إزاي. احنا التكنولوجيا في الزراعه خلي بالك خلتنا نقدر نحط زرعات في اماكن كان صعب جدا زمان نحطها. هو بياكد لنا ويدينا المواصفه الصح عشان نحط الزرعه الصح فنوصل لاعلى النتائج. هنا زي ما احنا شايفين احنا هنا بنحط الزرعيه، بنقول لما نحطها في الحته الفلانيه الوضع هيبقى عامل ازاي، بيبدا الناحيه الثانيه دي بنقطع ونشوف كل الزوايا اكننا ماسكين الفك كله في ايدينا، نحط نختار المكان المظبوط للزراعيه. تعال نروح مع بعض بقى للجزء الثاني. الجزء الثاني خطير، هو في برضه في هذا الحوار المثير والممتع للغايه حقيقه، متنوع الحوار معك ممتع، انا بسعد بهذا الحوار. في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ انا فيا حاجة بدأت أتعلمها الحقيقة، دي ما كانش فيها زمان، يعني كنت زمان لما ألاقي حاجة غلط أقول عليها غلط مرة وخلاص وأسكت، يعني أنا شفتها غلط فقلت مرة، وأقول لنفسي إيه أنت يا ابني كل شوية هتقعد تقول عليها غلط، يعني ما خلاص ما غلص، أنا قلت للناس، لقيت لا أنا ممكن أقول للناس، ناس ثانية ما تسمعش، ولقيت إن الغلط بيستمر في الدعاية، فانا قلت لازم انا كمان استمر في ان انا احارب الغلط بدعايه. مظبوط جدا، واخد بالك جدا، صح جدا، لدرجه ان انا فكرت ان انا اعمل لوحات واعلقها ورايا بدل الديكور، وكل لوحه فيها الفكره، يعني لوحه بتتكلم مش عارف عن ايه. من ضمن اللوحات اللي انا نفسي احطها لوحه تبييض السنان في المولات. كارثه كارثه. ده انا هسالك السؤال بس الاول، ما انا لازم اساله لك. اسف، اتفضل. تبييض الاسنان في المولات اللي بيعمله ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده جاني. ده جاني 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 جاني. عايز وكل ما هيعملوا دعايه لنفسهم في مولات عشان يبيضوا اسنان، هقعد انا اتكلم في برامجي على ان تبييض السنان في المولات ده غلط. مزبوط. ولازم كمان ايه بيني وبينك اجهزه رقابيه، يعني لازم الناس دي تنزل جهاز رقابي على المول، تعالى يا عم الحاج انت بتعمل ايه كده على طول. مظبوط جدا. معرفش مين هو جهاز الرقابه، انا مش بفهم في الحاجات دي، بس صح. حد ينزل تعالى يا عم انت مين يوم، انت مين يوم، مين اللي حطك في انت مين، انت بتبيض ايه كده على طول، والله العظيم صح. وانت نازل تبيض المول، انت نازل تبيض اسنان الناس. صح مظبوط. مظبوط. مش الجهاز الرقابي من المول، ما المول ده واخد فلوس عشان يعمل الحكايه دي. مظبوط. ده جاني جدا جدا جدا. والجاني اكتر منه هو المريض اللي بيوافق ان هو يتعمل له التبييض بالطريقه دي. احنا عندنا البوسز او الاركان في المولات اللي هي بتعمل تبييض، هو ايه الجرائم اللي ارتكبها؟ اول حاجه احنا ما عندناش هايجين. مفيش نظافه. هايجين. مفيش نظافه. مفيش تعقيم. مفيش كل واحد ورا التاني، الدنيا شغاله، محدش يعرف التعقيم اللي بيحصل ده ايه. يعني ده مصدر لامراض بس. على فكره السنان مصدر للاصابه بفيروس سي. من المصادر الاساسيه. للاساسيه للاصابه بفيروس سي. طبعا اسنان وحلاقين. يعني طبعا يعني طب. الحلاق على فكره الحلاق صعب انه يصيبه، لان انت لو اكتر لانه مثلا ايه الشفره انت بتديله الموس وبيفتح الموس قدامك وبيعقمه دلوقتي وبتاع، يعني هو بيشتغل بحاجه معقمه يعني، والموس وفيروس سي ضعيف ما يستحملش عند الحلاق بره الجسم كتير. يعني لكن 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 السنان لا سهل. طبعا. فاول حاجه خلينا نتفق عليها التعقيم زيرو، فانا بجني على نفسي لما اروح اعمل كده، وهو بيجني عليا لما يعمل لي كده. احنا عندنا الـ 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 المراكز عندنا لازم تبقى ملفوفه كلها، لازم تعقيم عالي جدا كلها رابت. الحاجه الثانيه ملفوفه يعني. بالظبط. هو بيبيض بايه؟ هو بيستخدم ازاي؟ انا اساسا اقتنع ان انا هحط عندي في بوقي ماده يعني جايه من الشارع. الراجل ده بيحط ميه نار اللي هي بتاكل الطبقه الخارجيه للسنه فتدينا ان السنه بيضه. طب المشكله في كده ايه؟ مش بس ان انا حطيت ميه نار في بوقي، لا شلت الطبقه اللي هي الجليز اللي هي الطبقه اللي بتحمي السنه، سناني هتفضل تغمق على طول، كل شويه هروح انضفها الاقيها اغمقت على طول، دي اول مشكله. المشكله الثانيه ببدا اعمل تهيجات للعصب جوه، أو يبدا يحصل خراريج، يبدا يحصل مشاكل كتير قوي في السنان. دي نقطه. النقطه الثانيه التبييض ده ميكانيزم مش سهل. هو عباره عن ايه؟
ايه التبييض اساسا؟ التبييض هو ان احنا بنبدا نفتح مسام السنه، نبدا نحط مواد جوه المسام دي تبدا تتحد مع الصبغات الداخليه للسنه، وبعدين يجي الليزر ياكتيفيت العمليه دي كلها فالسنان تبيض. هل الراجل اللي هو قاعد عامل بوز ده بيفتح مسام سنان؟ ده اخره يفتح باب الثلاجه. هو معظمهم ما فيش دكاتره بتبقى في الحاجات دي، ما فيش دكاتره. ما اعتقدش ان في دكاتره بتعمل الكلام ده في المولات يعني. يعني الاجراءات دي كلها اكيد مش بتحصل. لا يا باشا تدخل هم عايشين في جو اللي هو سحر ولا شعوذه. عارف لا سحر والله العظيم لم علينا عبيدك يا رب، وفيتلم الناس حواليه في المول ومعرفش بيستفيدوا ايه. انا معرفش والله بيستفيدوا. انا هفهم منك بيستفيدوا لغايه دلوقتي على فكره، انا معرفش الناس دي بتستفيد ايه. الناس بتبيع كل حاجه وكل المبادئ عشان الفلوس، هي دي المشكله. ايوه ماشي، هم بيستفيدوا ايه؟ ما انا لازم اعرف التركيبه بتاعتهم، هشوفهم بيبيعوا ايه بعد كده. ما بيعملوا حاجه مجانا، طب بيبيع ايه بعد كده؟ صح كده مظبوط. هفهم برضه، اصل لو ما بيستفيدوش حاجه واضحه بالنسبه لي تبقى الموضوع خطير طبعا جدا. هناك أطباء يعتقدون أنه لا فرق بين العدسات التجميلية القديمة والعدسات التجميلية الحديثة. ده جاني على نفسه. آه. هو جاني على نفسه وعلى مريضه وعلى كل كده. هو جاني أنه هو مش أبديتد، هو اتعلم في الأول وخلاص انا عارف كل حاجه. لا، لازم يعرف التكنولوجيا الحديثه فيها ايه. العدسات زمان كان سمكها بتوصل لملي ونص واتنين ملي، دلوقتي احنا بقينا ربع السماكه دي. بقى التحضير عشان اركب العدسات يا دوبك تخشين خفيف قوي عشان اركبها. زمان كان بياكل ملي ونص من السنه، دلوقتي احنا بقينا كونسرفاتيف اكتر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، التكنيكس القديمه كلها كانت بتخلي العدسات تقع بعد سنه، بعد سنه ونص كتير قوي. دلوقتي لو العدسه معموله بالتكنولوجيا الحديثه بطريقه مظبوطه بدكتور اكسبرت او محترف في القصه دي، لا ممكن توصل 15 20 سنه مفيش مشكله فيها. من يفعل التركيبه او من يقوم بالتركيبه بس مش بيظبطها قوي؟ عشان كده طالما ما ظبطتش قوي يبقى في تسريب هيحصل قوي. التسريب ده الاكل، بقايا، مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب ده بيحصل كتير. اي حد بيعمل صناعه في الدنيا او حد بيعمل حرفه، خلينا نتفق ان طب الاسنان ده حرفه ماشي، لازم يعمل لنفسه اسمه، الحاجه دي الماركه بتاعته. فانا دلوقتي انا باذي نفسي لما اعمل حاجه مش مظبوطه، انا باذي المريض. احنا زي ما احنا شايفين كل الجذور بتاعت السنان باينه. ايه اللي حصل؟ كانت التركيبه اللي تحت دي مسربه، بتسرب اكل، بتدخل اكل، فبدات تعمل مشاكل في السنان اللي تحتيها، بدات تاكل في اللثه حواليها، بدات تاكل في العظم. بعد الصوره دي احنا هنشوف في ان التركيبه نفسها بتتحرك. انا مصور يعني، بص حضرتك ايوه اهو، شايف التركيبه بتتحرك لان ما بقاش في عظم حوالين السنان اللي تحت التركيبه. فمصير القصه دي كلها ايه؟ كل الكلام ده هيتشال. السؤال القادم سؤال مهم جدا. في ناس بتعمل الشفه القلبيه بتظبطها بس ما تطلعش حلو، مش متظبط، بييأس. الناس دي بتيأس على فكره، بيتهيأ لها انه خلاص بقى مش هعملها تاني، لان لو عملت تاني هبوظ الدنيا اكتر. اللي بيفكر كده ده متهم ولا ايه؟ ده متهم ان هو مش فاهم. ده بريء بس غلبان هنفهمه. بالظبط كده. هو محتاج ان هو يفهم. ده غلبان، ده الناس غلبه قوي. بيحصل ان احنا طبعا بنبدا نعالج الشفه الانبيه في وقت بدري، لان بيبدا ان البيبي نفسه وهو صغير احنا بنبدا نعالجها في اسوده سبع شهور والكلام ده كله، بيبدا لان هو مش عارف ياكل، مش عارف يعيش حياته. فده ممكن ينتج عنه ان هو مع الواحد مع تقدم السن تبدا شكل الشفايف نفسها يتغير. طيب احنا وصلنا لسن البلوغ وكل حاجه اسوده كبرت ووصلت للحجم اللي بتاعها الطبيعي، يبدا يتدخل نعمل حاجه اسمها سكار ريفيجن. احنا عندنا هنا في سكار مش مظبوطه في الناحيه الشمال. هنا نبدا يجي جراح الراينوبلاستي اللي هو جراح الانف والشفايف، يبدا يعمل السكار دي ويعالجها مره ثانيه عشان يبقى شكلها كويس. في ممثلين خلي بالك كان عندهم في لغايه دلوقتي، ولغايه دلوقتي هم محتفظين. يعني في ممثل هوليودي رهيب بتاع جلاديتور. جلاديتور اللي هو كان الدور الثاني في جلاديتور. بالظبط، اللي هو سيزر. سيزر اللي هو كان قايم بدور القيصر يعني. بالظبط كده. ده ما صلحهاش، هو باعتبارها صح. وعلى فكره هو ذكي جدا. مظبوطه، لان هي علامه فيه. علامه فيه طبعا. يعني احنا لما عملنا سكار ريفيجن، احنا زي ما احنا شايفين هو كبر شكله مش عاجبه، عملنا سكار ريفيجن بقى عنده شكل شفه، مناخير شكلها كويس، كل الكلام ده زي الفل. احنا نقدر نصلح اي حاجه. يعني الطب دلوقتي بقى يقدر يعمل اي حاجه وخصوصا في مجال التجميل. طيب تعالى نشوف مع بعض بقى بسرعه، لان الوقت هيروح مننا، الوهم والشك واليقين. وهم، شك أم يقين؟
افضل طريقه لتعويض السنان كلها اللي راحت في سن في الناس الكبار السن ان انت تعمل تركيبات. يعني خلينا نقول ان هو شك ان هو قبل التركيبات دي لازم نعمل الزراعه اللي هنعمل عليها التركيبات. هو حد خسر سنانه كلها، انا هعمل زرعات الاول اظبط الدنيا امراضه ونشوفها عامله ازاي، عظمه عامل ازاي، اركب زرعاتي وبعد كده اركب عليها التركيبات الثابته. وده طبعا دلوقتي بقى في وقت صغير جدا. عندك سنه فيها الم موت عصبها، والالم العصب اللي يجي لك منه السنه الالم موته استريح. لا طبعا انا مش موافق على الكلام ده. استاذ عادل ادم في الفيلم قال لك لو صبعي الصبع اللي جه وجعني قطعه واستريح. مظبوط كده، من عشاق عادل ادم. عادل ادم ده كان عظيم. جميل عظيم. ففي ناس بتفكر زي عادل ادم. كان ده غلط مليون في المية، ده وهم جدا، لان انا ممكن يكون الوجع ده نتيجه ان في شويه تسوس خفاف لو عالجتهم هحافظ على السنه، لان عصب السنه هو مش بس اعصاب للسنه، هي اعصاب واوعيه دمويه بتغذي السنه، فمجرد ما شلت الاوعيه الدمويه والاعصاب السنه بقت ضعيفه. فلازم ان انا اعالج الدنيا قبل ما اوصل لموضوع ان انا اشيل العصب ده. الفكره اللي قلتها لك دي في دكاتره بتفكر فيها، بس مش في الاسنان، دكاتره بشر اللي هم عندهم شويه يعني طب كده في دماغهم فبيركبوه. وسمعتها مره من حد، لو جالك الم في السن خد له مضاد حيوي وخد له مسكن الم، كده كده الالتهاب بدا يحصل في العصب، هو هيموته بنفس ذات نفسه، فيموت العصب ويتحلل وخلاص، انت كده تبقى كانك عملت علاج عصب. انا عملت بؤره بكتيريا جوه البق العصب ده. بس اللي بيفكر كده ده كارثي، ده كارثي جبار. ده بكتيريا اكلت في العظم تحت، وصلتني اكياس دهنيه، الاكياس الدهنيه بعد كده هتعمل لي مشاكل كتير جدا. لازم يخش يعمل عمليه يشيل الاكياس الدهنيه دي قبل ما تتطور لانواع مش كويسه. ده اهم حاجه. طبعا استاذ الدكتور كريم مكادي كان في الناس الحلوه. الابتسامه سر النجاح، الابتسامه سر الاقبال. ابتسامه حلوه تعني حاجات حلوه كتير جدا جدا جدا. وزي ما انا قلت لكم مفيش حاجه تخليك تبص لاي جمال فيها اذا كانت السنان مش حلوه. فكر في المعنى ده كويس قوي وخليك من الناس الحلوه.